لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. محدثكم أحمد مبارك، تحياتي للجميع. وحشتونا كتير، وإن شاء الله نحاول نقدم النهاردة حاجة أحسن من المرة اللي فاتت. هنبدأ زي ما تعودنا نعلق على نقطة بسيطة، عشان جات لنا أسئلة كتيرة قوي بخصوص مشروع اجتياز التدريب. يا جماعة، إحنا النهاردة عايزين بسرعة جدا قبل ما نبدأ نلفت نظركم إلى إننا عملنا اختيار اوبشن عشان مشروع اجتياز التدريب نسهل فيه عن بعضنا اللي هما هيبقوا متضايقين من العرض اللايف. طيب ايه اللي احنا عملناه؟ ببساطة قلنا اللي عايز يعرض لايف معانا صوت وصورة اهلا بيه، اللي مش عايز من حقه ان هو يسجل الخمس دقايق بتوع مشروع الاجتياز، يسجل الخمس دقايق بتوع مشروع الاجتياز يسجلهم على فيديو ويبدأ يبعت لنا رابط اللي حمل عليه الفيديو وعلى اساسه نشتغل. يبقى هتبعت لي ايه اللي هتسجل؟ هتبعت لي ملف فيه الماتيريال بتاعتك اللي هي على الاقل 5 سلايد، وفي نفس الوقت اللي نورا ممكن تسمعيني، يعني جيلي الاسئله لغايه لما اخلص، ولو خلصت وسؤالك ما تجاوبش عليه اسالي زي ما انت عايز، بس اديني بس دقيقتين بالظبط اكمل جملتين على بعض، وايه وانت لو ما عجبكيش الكلام او في حاجه مش فاهمها اسالي. طيب تاني احنا هنعمل ايه؟ اوبشن يا جماعة، اللي عايز يعرض معانا لايف هيعرض معانا لايف بنفس الشروط القديمة. ايه هي الشروط القديمة؟ اللي هي العادي ان في قاعة اصلية كلنا بنبقى موجودين فيها وبيعرض صوت وصورة. طب البنات المتحفظة هنعمل لها ساعة قاعة مغلقة هيبقى فيها كلها بنات باستثناء المحاضر والدعم. ده كده مين؟ ده كده اللي هيعرض لايف. يبقى الشروط القديمة احنا ما غيرناهاش، احنا كنا اللي عملناه قلنا اللي مش هيتيسر عليه انه يعرض لايف او شايف ان هو هيبقى بالنسبة له افضل انه يسجل، هيعمل تسجيل خمس دقايق ويسجلها ويبعت لنا على نفس الايميل اللي المفروض بيبعت عليه ملف العرض بتاعه اللي هو الماتيريال، بيبعت معاها الرابط وبيتابع مع الدعم وبيتاكد ان الفيديو بيتفتح. السؤال التقليدي، ممكن ارفع الفيديو وتبقى انت تعمل له داونلود؟ انا بطلب من حضراتكم بعد اذنكم كلنا نحمل على اليوتيوب او اي برنامج يمكن ان انا اتصفح من خلاله الفيديو من غير ما احمل، لان انا مش هقدر احمل كل الكم دوت من الفيديوهات. تمام كده؟ طيب انا كده خلصت الحكاية بتاعت المشروع. للناس اللي عايزة تشترك لايف وتعرض لايف، احنا عملنا قاعة تدريبية النهاردة قبل المحاضرة دي بساعتين، وقلنا يا جماعة اللي عايز يتدرب معانا هنعلمه ازاي يفتح مايك وازاي يفتح الكاميرا. اذا عملنا دوت يبقى حضرتك كده اطمنت ان انت ممكن تشتغل صوت وصورة. طب اذا ما عملتش مش هتعرف تفتح صوت وصورة، هتبقى مشكلة، فلازم تتابع مع الدعم وتكلمهم وتطلب منهم يعملوا لك تدريب تاني. طيب كده ده الموضوع بتاع المشروع. هناخد ثلاث اسئله، ناخد ثلاث اسئله في المشروع لو حد عنده اي سؤال عشان نبدا محاضرتنا النهارده. المشروع ده يا فندم بكره، المشروع اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الماده العلميه هيبقى بكره ان شاء الله، ده احنا متفقين بقالنا اسبوع، والاسبوع اللي فات ده كان فيه اكستنشن كمان. بالنسبه للفيديو للي عايز يعمل تسجيل، ده هيبقى ان شاء الله النهارده الاربعاء، يبقى قدامك باذن الله لغايه المحاضره اللي زي ديت. يعني ايه؟ يعني النهارده الاربعاء، يبقى من هنا لغايه الاربعاء اللي جاي تكوني بعتي الفيديو بتاعك. اشرف محمد اسالني في الموضوع اللي انا كلمتك فيه يا استاذ اشرف، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالدعم اسالها على الجروب. تاني يا جماعه، الاسئله البسيطه اللي سهل قوي تسالها لاي حد على الدعم من الدعم، خلينا بس في الاجزاء الفنيه يا جماعه عشان ما نضيعش وقت بعض. دارين من الجزائر، احنا بنتكلم على دوره اعداد وتدريب المدربين، بس طبعا حضرتك داخله في المحاضره رقم 5 فهتبقي تايهه مننا شويه فاستحملينا. اسلام محمد يوسف، ممكن عرض المشروع يكون اطول من 5 دقائق؟ انا بفصل المايك بعد 5 دقائق محمد، مالكش عندي غير 5 دقائق بالظبط، وهي دي قدرتك على اداره الوقت يا اسلام، مالكش عندي غير 5 دقائق. لو مباشر بنعلن امتى قبليها بالمحاضره يا استاذه نهله، لكن انت حضرتك لازم النهارده تخش على الجروب، هتلاقي فيه بوست موجود لاختيار انت عايزه تعملي تسجيل ولا عايزه تعملي مباشر. لازم النهارده
كل اللي موجودين على الجروب يدخلوا النهارده ويعملوا فوت، انا عايز ده ولا ده، لان احنا هنكتب الاسماء بيزد على اللي موجود على الفيس. طيب حد يقول لي انا هعمل فوت بس انا الاكونت بتاعي على الفيس مش اسمي اللي انا داخل بيه على المحاضره، يبقى سحبتك تحت هتكتب كومنت وتقول انا فلان فلان بيساوي فلان، يعني احمد مبارك بيساوي اكس واي زد، عشان نعرف انت مين. تمام كده؟ هلا محمد مقلد، هل ممكن حد لا يجتزئ مشروع حتى لو عمل الشروط كلها خمسة دقائق وخمسة سلايد؟ هو المشروع مش شروط يا هلا، المشروع بيرفورمانس، يعني ادائك، يعني هتأدي ازاي. الترينر كاريزما واداء، الترينر عمره ما كان اداره وقت وعدد ماده علميه، فاهماني؟ فوارد طبعا ان في ناس تعدي وارد الناس ما تعديش. طيب ممكن دارين اللي هي بتقول انا تايهه، ممكن حضرتك ترجعي للدعم الفني يديكي التسجيل بتاع المحاضرات اللي قبل كده، محاضره واحد واثنين نزلت وفي انتظار الثالثه والرابعه، وان شاء الله ايه تقدري تكملي معانا. هل ده مش هنقدر نعيد تاني، احنا بس هنستاذنك تبقي تسمعي التسجيل لما ينزل ان شاء الله. الناس اللي بتطلب المحاضرات السابقه لما الدعم الفني يسجلها هينزلها لكم ان شاء الله. طيب الثقافه بقى يا جماعه، الثقافه، ايوه يا اسلام لو هتبعت التسجيل اخرك لغايه يوم الاربعاء القادم. الثقافه بقى بتاعت الناس المحترفه ان انت تعرف تسال مين ايه. يعني ايه؟ يعني السؤال ده بيني وبين نفسي كده، اوجهه للمحاضر ولا اوجهه للدعم؟ لان ده اللي بيخلي المحاضر يفهم اللي قدامه ويشوف اللي قدامه مميز ولا اي حاجه لاي حد. شخصيتك كترينر كمدرب مهم جدا ان انت تبقى عارف تقول ايه امتى وتقول ايه لمين. مش شطاره ان انا اسال كتير، مش شطاره ان انا اسال سؤال في وقت مناسب والشخص مناسب يقدر يديني اجابه. مش شطاره ان احنا نضيع وقت المحاضره في اسئله اجاباتها موجوده على الجروب وفي نفس الوقت كلنا نقدر نسال فيها الدعم الفني. الماده العلميه كل الناس بكره اخر ميعاد لتقديمها يا جماعه، عشان احنا متفقين على الكلام ده بقالنا حوالي 10 ايام وعملنا اكستنشن فيه لكل الناس. كل الناس بكره الماده العلميه اخر يوم. التسجيل عشان هياخد وقت وهياخد مجهود من الناس ان هي تظبط على الفيديو اللي الناس بكسهان، يعني انا مش بطلب منك حاجه معينه، لكن بطلب منك تسهلي لي وتخليه يعني بطريقه ما تخلينيش اقعد احمل الفيديو، سهل يتعرض زي الفيسبوك مثلا او زي اليوتيوب. طيب شكرا جزيلا، وهنبدا محاضرة النهاردة ونفتكر مع بعض احنا اتكلمنا في ايه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن استراتيجيات التدريب، وعشان نركز مع بعض شوية انا هستأذنكم ان احنا ممكن نوقف كلام بقى يا جماعة، احنا طالما بقى قلنا هنبدأ المحاضرة خلينا نتكلم بس في المحاضرة بعد اذنكم. المرة اللي فاتت لما دخلنا في استراتيجيات التدريب اتكلمنا ايه هو عوامل اختيار استراتيجية التدريب، اتكلمنا عن الاهداف التدريبية، واتكلمنا عن المحتوى النظري للمادة العلمية، اتكلمنا عن المتدربون، واتكلمنا عن المدربون المتدرب والمدرب، اتكلمنا عن المكان او القاعة اللي بيتم فيها التدريب، واتكلمنا عن ازاي ندير وقت المحاضرة والتكاليف الاستراتيجية اللي احنا لازم نبقى بنراعيها واحنا بننظم للتدريب ونحط الاستراتيجيه الخاصه بيه. كمان دخلنا على اساليب التدريب، وقلنا ان احنا عندنا تدريب بالطريقه الاعلاميه زي المحاضره او المناقشه او الندوه، وكمان قلنا ان في تدريب بالطريقه التطبيقيه، دراسه حاله او بحوث ميدانيه، واتكلمنا عن التدريب بطريقه المشاهده، وادينا امثله عن الافلام التعليميه والزيارات الميدانيه. بعد كده دخلنا بيكم على مهارات العرض والتقديم. اتكلمنا عن ايه هي اهم مخاوف العرض والتقديم، اتكلمنا عن التوتر والقلق، وقلنا انها امور طبيعيه ما ترفضهاش، ما تفكرش بس في تقليلها لكن لازم تسيطر عليها وتحكمها. تسيطر عليها واحكمها ازاي؟ بنعرف سبب التوتر. اتكلمنا عن الخوف، وقلنا ترى الخوف ده من فشل ولا من تركيز المتدرب عليك وانت واقف كمدرب، ولا سخريه المتدربين عليك، ولا خايف وانت قاعد بتشرح قدام مديرينك خايف تغلط. واتكلمنا عن 9 عوامل تساعد على انك تقلل من مخاوف العرض والتقديم، قلنا منها التخطيط والاعداد الجيد للعرض، قلنا التنظيم، التصور والتخيل، الصدق، التدريب المسبق، الشعور الايجابي تجاه المتدرب، عدم الاندفاع في بدايه الحديث،
الحركة واتزانك في الحركة، وأخيرا قلنا الاتصال البصري بالجمهور واستخدام أسلوب المنارة وعدم التركيز في اتجاه معين وتجاهل الاتجاه الآخر. لما جينا نتكلم عن مقومات العرض والتقديم الفعال، يعني إيه هو العرض والتقديم اللي أنا لما أشوفه كده أقول آه ده فعالية وممتاز وجميل وزي الفل؟ قلنا إن لازم يشمل إزاي بتستهلك، وأسلوب مخاطبة المتدربين يبقى لائق، وإن المدرب يحفز المتدرب بالمادة العلمية اللي هيعرضها، ويخلي المتدرب يشاركه في المادة العلمية، ويقدر يأثر، تقدر حضرتك تأثر في المتدرب اللي قدامك، وتعرف تدير أول 5 دقايق، لأن أول 5 دقايق دي مهمة جدا ولا يمكن تجاهلها على الإطلاق. كمان لازم تبني الثقة، تبني الثقة في نفسك، ومنها هتنقل الثقة للمتدرب اللي قدامك في إنه يتفاعل معاك. ولازم تتفادى عادات سيئة وانت بتتحدث، منها انك تبقى واقف ورا طاولة او ترابيزة تخبي نفسك وراها، او تفضل تتكلم كتير 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 ومتجاهل اسئلة الناس، او يبقى عندك وتيرة واحدة للحديث لازم يبقى فيه تناغم وصوت عالي وصوت واطي وهكذا تدور المحاضرة بتاعتك. تجنب ان انت تكرر المواضيع بدون مبرر، يعني اذا حد طلب مني اعادة اهلا وسهلا، محدش طلب ما اقعدش ازيد واقول نفس الموضوع اكتر من مرة بدون سبب، كأني أنا تنبأت بأن الناس مش فاهمة. وأوعى تقعد تقرأ من أوراق مكتوبة، خلي عندك ثقافة الحفظ أو الفهم، وابدأ فقط يبقى معاك عناصر رئيسية ومنها تبدأ ترتجل. الارتجال بيبقى مبني على استدعاء المعلومة اللي أنت أوريدي مذاكرها وعارفها، مش ارتجال يعني هتقول شعر وأنت واقف. أنا عايزك تبقى بتستدعي المعلومات اللي إحنا ذاكرناها قبلها بيوم ويومين عشان نروح نقولها في المحاضرة. تيجي تعد وتخطط للعرض لازم تحط اهداف، لازم هتحلل جمهورك وتعرف مين هم فئات الجمهور اللي حاضره معاك، ايه هي احتياجاتهم، وايه الاساليب اللي ممكن تؤدي الى افضل نتيجه. كمان لازم تعرف المكان والاجهزه اللي موجوده في القاعه، وهل هي مناسبه ككراسي ومقاعد مناسبه لعدد الجمهور، المساحه بتاعت القاعه جيده ولا لا، درجه الحراره كويسه ولا في مشاكل، في تكييف مفيش تكييف، طب في فتحات تهويه، طريقه تنظيم المقاعد مناسبه للكرسي اللي هتعرضه ولا لا، مصادر الكهرباء موجوده عشان تقدر تستخدم داتا شو ولا لا. وقلنا كمان ان في خطوات بتساعدك على الهدوء والثقه، عمليه المراجعه الذهنيه السريعه للافكار، عمليه بروفا قبل العرض عشان تقدر تراجع محتويات الماده العلميه، تراجع توقيتاتك، تعرف هتخلص الماده العلميه في قد ايه، تبدا تعود نفسك ان الشريحه تاخد منك وقت قد ايه، تقدر تسجل فيديو وتسمعه او تقدر تعرض قدام مجموعه من المدربين وهكذا. وانت بتعرض في مرحله العرض والتقديم لازم ماده العرض تبقى متلائمه مع احتياجات الناس ومتلائمه مع الهدف من التدريب اللي انت بتديه لهم. لازم تقسم العرض لمقدمه وموضوع ثم خاتمه، يعني المشروع اللي احنا هنعمله ان شاء الله لازم حضرتك تقسمه لي لمقدمه وموضوع وخاتمه. هتقول لي انا عندي 5 دقايق هقسمهم ازاي؟ هقول لك بسيطه خالص. اول دقيقه عرفني بنفسك وكلمني عن مؤهلاتك والاكسبيرينس بتاعتك خبراتك، وادخل في اول دقيقه برضه ادخل على عنوان الموضوع اللي انت هتتكلم فيه، النهارده هنكلمكم عن الشيء الفلاني وتقول لنا ليه مهم وليه احنا المفروض نسمعه. الدقيقه الثانيه والثالثه خش في صلب الموضوع واتكلم في الاثنين ثلاثه سلايد اللي بعد كده. الدقيقه الرابعه اطرح الدقيقه الرابعه للاسئله، قول يا جماعه انا محتاج اللي عنده سؤال، وخد سؤالين خد ثلاثه على حسب الدقيقه ما تكفي. في الدقيقه الخامسه لخص لي اللي انت قلته كله، وقول يا جماعه احنا استفدنا ايه من اللي احنا قلناه، وفي الاخر افتح لي الصفحه اللي فيها الماده العلميه المراجع بتاعتك وقول لي هي دي المراجع اللي انا اتعاملت فيها. الاسئله لو كتبت عن الدقيقه اللي انت مخططها لنفسك يبقى قول انا هسيب الايميل بتاعي في الاخر عشان اللي محتاج يبعت سؤال، او اللي انا ما قدرتش اجاوب على سؤاله يبقى يبعت لي عليه، وما تنساش يسيب الايميل في الاخر، صح كده؟ يبقى انت كده عملت كل حاجه في 5 دقايق. وان شاء الله انا هحاول بعد المحاضره اني انزل لكم على الجروب عروض تقديميه لشباب زي الفل عملوا عروض لايف في كورسات لايف فيس تو فيس متسجله فيديو، ان شاء الله هنزلها لكم عشان تتفرجوا ازاي بيدير ال5 دقايق بتاعته. يبقى بس ارجو الدعم يفكرني بيها ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى بتقسم لي العرض مقدمه وموضوع وخاتمه، بتدي اهتمام للبدايه والنهايه، الاول والاخير. دايما نظريه التعلم بتقول لك الاول والاخير، ركز، اول حاجه بتقولها بترن في الودن، اخر حاجه بتفضل رنه في الودن. لازم تشد انتباه
الجمهور لازم تتخلص من اي حالات ارتباك او عصبيه باسرع وقت ممكن، وتعرف ازاي ترد على الجمهور. واتكلمنا عن التعامل مع الاسئله الصعبه، واتكلمنا عن اساليب المراوغه واعاده الصياغه واعاده التوجيه والانعكاس، عملنا مع الشخصيات الصعبه زي المزعج والمتحدث العلامه، وعرفنا ازاي نتعامل معاه، الشخصيه الحاقده الغاضبه والشخصيه الهامسه والشخصيه الصامته. واليوم احنا معاكم علشان نتابع مع بعض إدارة الوقت. هنقفل الشات يا فندم. أيوه أنا شايف حسين بيقول عندي مشكلة في المادة العلمية، هبعتها لحضرتك بعد المحاضرة. أنا مش عارف هتبعت لي المشكلة ولا هتبعت لي المادة العلمية، لأن المادة العلمية أنا ما باخدهاش. المادة العلمية فيها إيميل يا أستاذ حسين بيتبعت عليه، والإيميل ده الدعم هو اللي بيأكسس عليه، أنا ما بشوفوش. لكن إذا قصدك عندك مشكلة وعايز تبعتها لي أهلا وسهلا بيك. طيب تعالى نتكلم عن المدرب وإدارة الوقت. قبل ما هبدأ معلش يا لبيك، هنفتح الشات أطمن إن الصوت أوكي. نطمن على الصوت يا شباب، لو سامعيني هنكتب واحد. طيب كتابة واحد دي فيها ميزتين يا جماعة. أول ميزة بطمن إن الصوت موجود. الميزة رقم اتنين، أنا مش عارف محمد السيد ماله النهاردة، مبسوط حبتين ولا إيه؟ أستاذ محمد السيد ممكن أرجوك حضرتك تهدى شوية. آه محمد السيد واخد تدريب دعم عشان كده متحمس قوي. طيب ماشي زي الفل. طيب عايز أقول لكم بقى الميزة في وحدات الكتير اللي اتكتبت دي دلوقتي، إن أنا عرفت مين مصحصح معايا وعرفت مين مش موجود او مين داخل اونلاين وممكن يكون بياكل دلوقتي. فمثلا احنا دلوقتي على القاعة في اللحظة دي 54، عدد اللي عملوا واحد الرينج بتاعهم من 30 ل 40، يعني على الاقل في 14 دلوقتي ما بين ناس فاتحة الجزيرة وما بين ناس بتتعشى وما بين ناس بتتكلم في الموبايلات وما بين بقى حد نزل تحت وساب مراته قاعدة على اللاب. طيب هو ده التفاعل ده في الالكترونيات. طيب تعالوا بقى خش معايا بسرعه على مفهوم اداره الوقت. خلي بالك مدرب من غير اداره وقت هتبقى مشكله. طب تعالى حط لي تعريف لاداره الوقت. ده فن استخدام رشيد للوقت. يعني الاداره فن استخدام، وفن استخدام مش بهوأة، لا برشد، يبقى فن استخدام رشيد. طيب علم استثمار الزمن بفاعليه ولا بدون فاعليه؟ لا لازم بفاعليه. طيب لو قلنا انه عمليه، ما بتبصش للي فات ولا بتبص للحاضر، لكن اصلا موجهه لمين؟ للمستقبل. انت بتلعبك ليه؟ ايه الكلام ده؟ ده بكلام بسيط. هو انت حد بيقول لك نظم وقتك على اللي فات ولا بيقول لك دايما دير وقتك ونظمه، يقصد الفتره اللي جايه في حياتك، سواء دي الفتره دي كانت الساعه اللي جايه او الاسبوع اللي جاي او اليوم اللي جاي او الشهر اللي جاي او حياتك كلها. عمر حد بيقول لك اتعلم اداره الوقت عشان فتره فاتت في حياتك ترجع لورا فلاش باك وتديرها؟ طبعا لا. يبقى اذا احنا مش بنتكلم على الماضي. طيب وفي نفس الوقت لما اجي اقول لك عايزك تبدا تنظم وقتك، مش بيكلمك في اللي انت بتعمله دلوقتي، بيقول لك في اللي جاي يكون احسن. فاساسا دي موجهه لمين؟ للمستقبل. فهي عمليه بتمكننا من انجاز اكبر قدر ممكن من الاعمال في نفس المساحه من الوقت. يعني لو انت راجل متعود تعمل خمس ست حاجات في اليوم وانت ما عندكش اداره وقت، لو اتعلمت فن اداره الوقت هتلاقي نفسك في نفس اليوم بتاعك الحاجات اللي بتعرف تعملها ممكن تزيد لسبعة والثمانية والتسع حاجات. يعني انت بتروح شغلك طول النهار وبترجع تنام، لو شوية ادارة وقت هتلاقي نفسك ممكن تروح شغلك وترجع ممكن تقرأ شوية، وممكن تتفق مع اصحابك بالليل تتقابلوا ساعة، وممكن تاخد مراتك وعيالك وتخرجوا شوية، هتقدر تلعب اكتر من كده. بس عملية ايه؟ ادارة وقت. طبعا كل الناس ممكن تاخد مراتاتهم وعيالهم ويخرجوا الا المدربين. المدربين المفروض يفضلوا ايه؟ قاعدين في بيوتهم يدوا محاضرات. طيب اسس اداره الوقت ايه هي يا احمد؟ الاسس اللي على اساسها بنقدر نعمل عمليه اداره الوقت. اول حاجه لازم حضرتك تحدد لي ايه الاعمال اللي انت عايز تقوم بيها. ما ينفعش اعمل اداره وانا مش عارف انا ورايا ايه، صح؟ يبقى سهل جدا ان انا ورقه وقلم واكتب 1 2 3 4 الحاجات اللي انا عايز اقوم بيها. طيب رقم 2، حدد لي الزمن اللي موجود عندك اللي عايز تعمل فيه العمل ده. يعني عندي 4 حاجات، عايز اقوم الصبح البس وادي العيال المدرسه، بعد كده اروح الشغل، وبعد كده العصر اروح ادي والدي الدكتور، وبعد كده بالليل هاخد مع مراتي نتعشى. طب الكلام ده ممكن تعمله في قد ايه؟ ممكن اعمله في 10 15 ساعه. اذا مطلوب منك عشان تعمل اداره للوقت تكتب 1 2 3 4 ايه هي الاعمال. رقم 2، تحدد الفتره الزمنيه اللي انت لازم تعمل فيها الكلام دوت. رقم 3، ودي مهمة قوي، انك تحدد اولويات. اولويات يعني اخد مراتي ونروح النادي ولا اروح مع والدي للدكتور، وزنهم كده، فين الاولوية هنا؟ اه لا اروح مع والدي للدكتور اولى. طيب يبقى اذا هكتب على ده 1 وهكتب على النادي 2 او 3 او 4 او 5 مش هتفرق، لكن مهم ترتب اولوياتك. بعد ما تحدد الاولويات وترتبها اعمل مقارنة. مقارنة ليه يا احمد؟
هتعمل مقارنة بين الأعمال المطلوبة والزمن المتاح. يعني أنا مطلوب أخلص 5 حاجات والزمن المتاح 5 ساعات، وتبدأ تنسب على حسب الموضوع ده هياخد وقت قد إيه والموضوع ده هياخد قد إيه، وعلى هذا الأساس تبدأ تنظم يومك وتبدأ تنفذ الأعمال المهمة الأول. طب وأنا هعرف المهمة إزاي؟ بالأولوية. فاكرين لما قلنا نحدد الأولوية؟ المهمة الأول يعني اللي أنت كاتب عليها رقم 1. حاجة مهمة قوي في أسس إدارة الوقت إنك تعرف تقول لأ، وما تحاولش تلتزم باللي ما تقدرش تعمله. لازم تعرف learn how to say no، لازم تتعلم ازاي تقول لا. مش لا بتاعتنا، لا اللي هي المؤدبة اللي بذوق، اللي بتقدم justifications وبتقول تفسير وتوضيح ليه انا قلت لا. هي القصة مش مجرد لا للا في حد ذاتها، لكن لا لاني بيزي، لا لاني مشغول، لا لاني ورايا حاجات كتير قوي. تعالى نتكلم على التخطيط. عايزين نخطط لايه؟ لإدارة الوقت. هنعمل ايه؟ طيب انت محتاج التخطيط الاول. انا محتاج التخطيط. طب التخطيط هيساعدك في ايه؟ قال لك في حاجتين. التخطيط بيساعدني او بيساهم في ترتيب حياتي، لانه بيعلمني ازاي انتقل من الحتة اللي انا فيها للحتة اللي انا عايز اروح لها. الحتة دي مش لازم مكان، مش انتقال مكاني. لو انا عايز اترقى في وظيفتي، يبقى بالتخطيط هعرف ايه المتطلبات والمواصفات اللي محتاجينها في الترقية بتاعتي عشان ابدأ اعملها. فاذا خططت هقدر انجح ويخليني اتنقل من المكان اللي انا فيه للمكان اللي انا عايزه اروح. التخطيط كمان بيساعد على ان احدد الموارد اللازمة عشان اقوم بالنقلة ديت. يبقى التخطيط بيساعدني عشان بيعلمني ازاي اتنقل من المكان اللي انا فيه للمكان اللي انا عايز اروح له، وفي نفس الوقت بيحدد لي الموارد اللازمة للنقلة دي. اذا كانت الموارد دي اللي هتساعدني على اني اخد كواليفيكيشنز، اخد مؤهلات عليا، او اخد دورات، او اتعلم تريننج، كل دي تؤهلني للترقية. وفي نفس الوقت لازم وانت بتخطط تعمل خطط مختلفة بحيث تغطي فترات مختلفة في حياتك. في خطة مدتها ساعة، في خطة اسبوع، في خطة لمدة شهر، في خطة لمدة سنة، في خطة 10 شهور. يعني الخطة مثلا الشهر دي اللي انت تحضر كورس، الخطة الاسبوع برضو دورة مصغرة شوية، الخطة ساعة ان انا الساعة دي اروح اتمشى، انا هعمل خطة عشان اتمشى، اقوم الصبح اقعد ساعة اتمشى، 10 سنين ان انا ابقى معايا دكتوراه بعد 10 سنين. فبتعمل خطة لنفسك. كل دي خطط مهمة جدا ان احنا نقسمها في حياتنا. تعالى بقى كلمني عن الخطط اللي عندنا. عندي خطط قصيرة المدى، ودي الخطط بتاعتك اللي انت بتعملها عشان خاطر تحقق هدف معين. ممكن يبقى بعد ساعة او بعد يوم، زي ما قلنا من شوية ان انت بتاخد كورس مثلا، فدي بنسميها قصيرة المدى، قصيرة المدى. في خطط بقى متوسطة المدى اللي هي ايه؟ بتبقى مثلا بعد 3 اشهر او سنة او سنتين، دي خطط متوسطة المدى. وفي خطة طويلة المدى اللي هي بعد 5 سنين من الان هعمل كذا، او ان انا بفكر بعد 5 سنين افتح بيزنس خاص، وانا بفكر بعد 5 سنين يبقى معايا ماجستير وهكذا. دي خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. مهم جدا يا جماعة كل حد فيكم يبقى عامل لنفسه خطط، عارف هيبقى بعد قد ايه رايح فين. ويا سلام لو كتبناها، يا سلام كده لو كتبت الخطة بتاعتك وعلقتها على التسريحة، على التلفزيون، اي حاجة، اي مكان بارز في بيتك، حطها بحيث كل يوم الصبح تصحى تشوفها، تفتكر الخطط بتاعتك وما تنساش وتسعى ان انت تنفذها. ترتيب الاولويات بيكلمنا عن نظرية اسمها المهم والعاجل. للأسف احنا عندنا ناس كتير ما بيقدروش يفرقوا بين الحاجة المهمة والحاجة المستعجلة. في بعض الأحيان نبقى احنا عايزين نعمل أمور مستعجلة وهي حقيقة الأمر ان هي مش مهمة. عشان كده مهم قوي نفهم ازاي نرتب الأولويات، والترتيب الأولويات دوت موضوع نسبي وليس موضوع عام، وبالتالي قد يكون ترتيبي مخالف لترتيبك أو ترتيبك. يبقى مش دايما ترتيب الأولويات هيكون لينا كلنا زي بعض. ترتيب الأولويات فكرتها ببساطة ان انت تجيب الحاجات، العناصر او الاشياء اللي انت عايز تعملها وتحطها في قائمة، وتبدأ ترتب البنود اللي في القائمة بتاعتك، 5 حاجات عايز تعملهم او 6 حاجات بحسب الاهمية، بحاجة اسمها طريقة الف ب ج. ايه يا عم الف ب ج؟ بص معايا. الاولوية الف هنحط فيها المهام اللي يجب، خلي بالك يجب عليك تنفيذها، يعني ماست، حاجة مهمة جدا وما ينفعش ما تعملهاش. زي ايه يا احمد؟ زي مديرك طلب منك حاجة، دي اولوية الف. زي انت شغال كاستمر سيرفيس والعميل طلب منك حاجة، دي اولوية الف.
زي عندك ديدلاين او ميعاد نهائي لتسليم حاجه معينه، دي اولويه الف ما تقدرش تهرب منها. عندي بقى حاجه ثانيه اسمها اولويه ب. الاولويه دي ب بنعرفها بانها المهمه اللي احنا ينبغي تنفيذها، ينبغي مش يجب، ينبغي تنفيذها، فهي متوسطه الاهميه، فهي ليست اساسيه وما لهاش ميعاد نهائي، بس احنا المفروض نعملها. زي ايه مثلا؟ زي زيارات اسريه، ان انت تزور اخواتك، تزور قرايبك، ده لازم تعمله. بس انت اذا النهارده مروح متاخر من شغلك او عندك محاضره او ما قدرتش تعدي، ما فيهاش مشكله. زي ان انت تبقى عايز تخرج مع اصحابك، دي حاجه كويسه ولازم تعملها، بس لو ما عملتهاش مفيش حد هيبقى له حاجه، فاهمني؟ فهي متوسطه الاهميه. الاولويه دي اللي هي من الافضل القيام بيها، يعني انا لو عملتها هبقى احسن، ودي دايما بتبقى اقل اهميه. زي ايه مثلا؟ زي فترة الاستجمام، زي ان انت تروح عن نفسك، تخرج، تتفسح، الحاجات دي كلها مهمة، لكن اولوياتها بتيجي بالنسبة لناس كتير قوي اولوية جيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهاردة ممكن اكون شايف ان الاستجمام مش مشكلة بالنسبة لي، ان انا نفسيا كويس، لكن في لحظة حد تاني ممكن يقول لا، ده الاستجمام ده اولوية الف، لان انا داخل على اكتئاب فلازم الحق نفسي اخليه اولوية الف، لازم اطلع اخرج اغير جو. يبقى اذا ايه الاولويات وترتيبهم؟ احنا بنعلمك القاعدة الاصلية ازاي ترتب الاولويات، وانت عليك تختار العناصر اللي تحطها تحت كل اولوية وفقا للتعريف المذكور قدامك. المصفوفة دي مصفوفة المهم والعاجل. ببساطة شديدة المربع اللي على الشمال فوق، الشمال يعني ايدك اللي ما بتاكليش بيها، الشمال يعني ايدك اللي ما بتاكلش بيها. فوق على الشمال مربع اسمه مهم وعاجل. ايه الحاجات اللي ممكن نعتبرها مهمه وعاجله في حياتنا ولازم نتحرك بسرعه؟ الازمات، الكوارث، حصل لا قدر الله زلزال، مهم وعاجل، لازم تتحرك، لو ما اتحركتش هموت. عندك ديدلاين، لو ما سلمتوش هتترفد، يبقى ايه؟ مهم وعاجل. شمال تحت حاجه مربع اسمه مهم برضه بس غير عاجل، مهم بس غير عاجل. زي ايه مثلا؟ زي ان حضرتك تبقى بتشتغل ومش عاجبك الشغلانه اللي انت فيها وجالك فرصه تعمل انترفيو، هي حاجه مهمه بس مش عاجل، ما سيبش شغلي دلوقتي واروح عشان اعمل انترفيو، خلي الانترفيو في عاد الاجازه او خلي الانترفيو بالليل بعد مواعيد العمل الرسميه وهكذا. اذا مهم وغير عاجل، ده مين؟ ده المربع شمال تحت. المربع رقم ثلاثه ده غير مهم بس عاجل. ايه ده؟ في حاجة اسمها غير مهم بس عاجل؟ زي ايه مثلا؟ ممكن يجيلك اجتماع روتيني بيحصل كل يوم او كل يومين، دي حاجة مش مهمة بس عاجل، حاجة غير مهمة بس عاجل. ممكن يجيلك تليفون والتليفون عمال يزن وانت عايز ترد عشان الزن يقف، دي حاجة ممكن التليفون في الاخر يطلع نمرة غلط بس عاجل، انت لازم تاخد اكشن، ترفع السماعة. ممكن يبقى عندك مشاكل يومية كل يوم بتجيلك، ممكن تكون مش مهمة لأن هي بتحصل كل يوم، لكن لازم تاخد أكشن فيها سريع لأن هي ما ينفعش تسيبها هتتراكم، فالأكشن السريع العاجل فيها مهم. المربع الأخير اللي هو على اليمين تحت، واليمين اللي هو إيدينا اللي بناكل بيها، غير مهم وغير عاجل. زي إيه مثلا؟ إن أنت تكلم أصحابك، في ناس بتعتبرها مش مهمة ولا عاجلة، اللي اتصل بيا أهلا وسهلا، اللي ما اتصلش بيا بكرة يبقى يتصل بيا، وهكذا. القهوة والشاي، في ناس بالنسبه لهم القهوه والشاي جت ما جاتش مش مهمه. انا شفت ناس ما بتشربش القهوه ولا الشاي، بالنسبه لها القهوه والشاي بالصدفه لما بيشربوها. في ناس تانية القهوه بالنسبه لهم مقدسه كل يوم، وانا منهم، فبالنسبه لي على طول اخد القهوه اروح اوديها المربع الاولاني شمال، مهم وعاجل. ده باختصار مصفوفه المهم وعاجل. كل حد فينا يا جماعه لازم ينزل لنا النهارده على الجروب بوست يكتب فيه اربع سطور، السطر الاولاني مهم وعاجل يفتح قوسين ويكتب لنا امثله، السطر الثاني مهم وغير عاجل، السطر الثالث غير مهم ولكن عاجل، السطر الرابع غير مهم وغير عاجل، ويبدا يدينا امثله لكل واحد عن وجهه نظره. هنعمل الكلام ده ان شاء الله النهارده على الجروب بعد ما نخلص. يبقى دي تاني حاجه محتاجينها النهارده. اول حاجه كان موضوع الفيديوهات،
افتكروا معايا، انا بكتب عشان ما انساش الفيديوهات اللي هنزلها 5 دقايق لكل حد. رقم 2 مصفوفة المهم والعاجل عشان نتعرف على بعض، كل حد يكتب ايه المهم بالنسبة له وايه العاجل، نكتب مع بعض كلنا لو قدرنا. 1 هتبقى مهم وعاجل، 2 نكتب يا جماعة عشان ما ننساش مهم وغير عاجل، 3 غير مهم لكنه عاجل، 4 غير مهم وغير عاجل، ونبدأ ندي أمثلة في كومنتات. الكلام دوت هنعمله امتى؟ هنعمله بعد المحاضرة ان شاء الله. هنفتح الشات وناخد أسئلة ونبدأ بدري النهاردة أول مداخلة صوتية. تمام، محمد منصور بيقول إدارة الوقت هي تنظيم الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة أو التي نسعى لتحقيقها. إدارة الوقت لها تعريف كتيرة جدا، مفيش أي مشاكل. أي أسئلة يا شباب؟ 3 2 يلا بسرعة قبل محمد السيد يكتب. شيماء، شيماء بتقول أنا بكتب بخط صغير عشان المحاضر يتعذب وما يعرفش يقرأ كلامي. أنا مش شايف يا شيماء، معلش. أي تاني بخط كبير. محمد السيد، عجبني أوي القاعدة بتاعت ستيفن كوفي بتاعت مهم وعاجل، لكنها بتلخبط لان ممكن يكون العاجل النهارده مش عاجل بكره. صح، وانا بيني وبينك يا محمد عاملها عشان انت تتلخبط، عشان انت مضايقني من اول المحاضره. بص يا محمد، المهم والعاجل دوت ما بيبقاش طول عمره مهم وعاجل، انت بتلعب فيه زي ما انت عايز وفقا لاولوياتك وفقا للي انت عايزه، فاهمني؟ انت ممكن تغيرها كل يوم وتعدل في المهم والعاجل على حسب اجندتك في اليوم دوت. نهله سامي، حضرتك ممكن تسمعيها في التسجيل، صعب عيد اللي فات ده كله، انا بعتذر ليكي، معلش الوقت بيسكت، انا بعتذر يا نهله. لو في حاجه معينه حضرتك ما فهمتهاش هكون سعيد ان انا اشرحها لحضرتك، لكن عيد اللي فات ده كله هيبقى صعب. اسماء بتقول ترتيب الاولويات ده طبعا يختلف من شخص لاخر. طبعا يا اسماء، ده موضوع نسبي، موضوع نسبي خالص، وممكن اللي انا احبه احطه اولويه اولى، حضرتك تحطيه اولويه اخيره وهكذا. ايوه احمد محمد عايز السلايد اللي قبل مهم وعاجل. حاضر يا احمد، ده السلايد اللي قبل المهم والعاجل. ممكن احمد تاكد لي ان هو ده اللي انت عايزه؟ احمد تكتب 5 لو هو ده اللي انت عايزه. 5 هايل. الاولويه الف يا احمد بتقول ايه؟ بتقول حط لي تحت اولا طريقه اسمها طريقه الاولويه ا ب ج. عارفين سينا كنا مقسمينها مناطق، منطقه ا منطقه ب منطقه ج منظومه سلاح والكلام دوت، نفس الفكره كده. اولويه ا هنحط فيها الحاجات المهمه قوي اللي يجب عليك تنفيذها، يجب يعني ماست، اذا ما نفذتهاش يبقى عندك مشكله. زي ايه يا ابو حميد؟ زي مديرك يطلب منك طلب، زي طلبات عميل، زي عندك ديدلاين ميعاد نهائي ولازم تسلم ويحصل مشاكل وغرامات لو ما عملتوش. الاولويه ب بقى دي بيبقى المهام اللي ينبغي عليك تنفيذها، مطلوب ان انت تنفذها، لكن ايه؟ متوسط. حد وحيد كتب زي الصلاه، برافو عليك، صح. انا مش عارف انت واحد ولا واحده بس بكلمك صح. طيب الاولويه به المهام التي ينبغي عليك تنفيذها، معلش كلمني عربي، كلمني عربي، انا مش عارف اقرا الكلمه دي. ده ينبغي عليك تنفيذها متوسطه الاهميه. يعني ايه؟ بتلاقي ان انت ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده. المهمه ما بتبقاش مهمه قوي بس مطلوب منك انك تنفذها، بس بنخليها ليه متوسطه؟ عشان ما هياش اساسيه في حياتك، ملهاش موعد نهائي، مفيش مشكله لو ما عملتهاش، مش هتضرب، مش هيحصل لي غرامه، مش هيحصل لي موقف وحش وهكذا. الاولويه ج دي المهام اللي بيفضل ان انت تقوم بيها، بتبقى اقل اهميه شويه من ب والف، زي مثلا انت تفكر ان انت تروح تصيف، يبقى عندك فتره استجمام كده. في ناس ما بتحبش بيتوتيه النزعه كده، تلاقيها قاعده في البيت على طول مبسوطه بالكلام ده. عندنا نهلك بتتكلم على السلايد الاخير اللي هو المصفوفه دي يا نهله، صح كده؟ نهله هتكتبي 5 لو هي دي المصفوفه اللي انت قصدك عليها؟ هل المصفوفه بتقول ايه؟ بتقول ان انا هقسم المهام اللي انا عايز اعملها في حياتي لعناصر واكتبه، وابدا اعمل 4 مربعات زي ما حضراتكم شايفين كده، مربع 1، مربع 2، مربع 3، مربع 4. في مربع 1 اكتب فيها كل الحاجات المهمه بالنسبه لي ومستعجل وعايز اعملها بسرعه، لان لو ما عملتهاش بسرعه هيحصل مشاكل. زي ايه؟ زي ميعاد التسليم النهائي، زي الديدلاين، زي الصلاه زي ما قال او زميلتنا قالت، انا مش عارف واحد ولا واحده، وكمان حاجه زي الزلزال لو حصل، دي حاجه مهمه وما ينفعش ايه؟ ما ينفعش نسيبها، واذا حصل لك زلزال لازم تجري، اذا هو حاجه عاجله، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا نحطها على طول في المهم والعاجل. طيب انا النهارده ما عنديش زلازل لكن عندي مظاهرات، صح؟ فممكن لو انت مخطط كده تنزل تمشي في مظاهره بالليل، حسب بقى اولوياتك كنت تحطها مهم وعاجل وهتحطها في ترتيب الاولويات بتاعتك. طيب في حاجات بقى مهمه يا جماعه بس مش مستعجله، زي ايه؟ زي ان حضرتك تبقى شغال في وظيفه وبتدور على حاجه احسن. طب هتعمل ايه؟ هتقدم السي في بتاعتك في مكان تاني. طب جالك ميعاد وقال لك تعالى ايه؟ اتصلوا بيك الاتش ار في الشركه وقالوا لك تعالى اعمل مقابله، هل تسيب اللي في ايدك وتجري تروح تعمل مقابله؟ ما انت بتشتغل. يبقى اذا طب ما المقابله دي مهمه، مهمه بس مش مستعجله، لما اخلص العمل بتاعي اروح لهم بعد مواعيد العمل. هي بقى هي دي ايه؟ فكره المهم وغير عاجل، هي مهمه كل حاجه،
بس مش مستعجله، ممكن اتفق معاهم اروح لهم بالليل، بخلص شغل الساعه 5 واروح لهم الساعه 7 مثلا يعني. طيب المربع رقم 3 بيتكلم على المهم، بيتكلم على الغير مهم بس مستعجل. ايه الغير مهم بس مستعجل؟ زي الاجتماعات الروتينيه اللي بتحصل في الشغل كل اسبوع مثلا، الويكلي ميتنج او المانثلي ميتنج، بتبقى بتحصل اجتماعات كده ما بتبقاش مهمه، بتبقى روتينيه. مروه جمال بتقول المهمه وغير عاجله زي الخطه بتاعتي. ما انا مش عارف هي غير عاجله انهي خطه بالظبط يا مروه؟ ناوي تعملي ايه؟ هتموتي مثلا حد؟ فهتبقى غير عاجله طبعا، دي نموت. انا مش فاهم ايه الخطه بتاعتك. لو عندك مشاكل يوميه، دي حاجات انت اتعودت عليها، هي مشاكل مهمه، هي مش مهمه، انت عندك مشاكل كل يوم بتحصل لك، بالنسبه لي مش مهمه، لكن لازم تسكت، لازم تقعد تحط حد. عندك 2 موظفين مثلا زملائك في الشغل على طول بيتخانقوا مع بعض، ما بقتش مشكله، انا عرفت ان هم واخدين على كده، لكن كل مره لازم تقف في النص وتفكوه، لازم تقوم تقف وتحجز ما بينهم، لانك لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ لو ما عملتش كده حضرتك هيبقى عندك مشكله ان هم يضربوا بعض. طيب ايه الغير مهم وغير عاجل؟ في ناس بالنسبه لها القهوه والشاي غير مهم وغير عاجل، في ناس بالنسبه لها ان انا اكلم واحد صاحبي دي حاجه لا هي مهمه ولا هي عاجل، في ناس بالنسبه لهم المهم القهوه والشاي دي حاجه مهمه جدا فيقوموا حاطينها في مربع واحد. خلاصه تقول انا اللي بتحكم في ايه اللي يتحط في واحد وايه اللي يتحط في اربعه، المساله كلها ليها علاقه باهتماماتي انا ورغباتي انا واولوياتي انا، والمساله دي نسبيه وما يتفقش عليها. مروه جمال بتقول الخطه السنويه لكل شخص هو عايز يضيف ايه لخبرته ومهارته. طيب اديك كده وضحت يا مروه، قبل كده انت قلت لنا الخطه وسكتي فسبتينا نستنتج. نهله بتقول المهم وغير عاجل هو تناول الطعام. ده بالنسبه لك يا نهله، ناس كتير ده مهم وعاجل، مهم وعاجل تناول الطعام، واللي هيقول عليه غير عاجل هنعجل احنا بنهايته. طيب محمود صابر، ازاي اركز في محاضرتي المهم والعاجل والغير مهم؟ محاضرتك ليها عناصر، العناصر بتاعتك بتبدا ترتبهم وانت بتعمل الحقيبه التدريبيه. فاكر يا استاذ محمود لما اتكلمنا في الحقيبه التدريبيه؟ ساعتها قلنا ان انت بتبدا تحدد العناصر اللي انت محتاجها عشان خاطر تسد الفجوه اللي المتدربين بيعانوا منها واللي جايين يحضروا معاك عشانها. العناصر دي بعد ما بتكتبها وتبدا تحط المواضيع الرئيسيه والمواضيع الفرعيه وتكتب كل حاجه، تقعد كده تستكونيس كده مع نفسك وتفكر احط دي الاول ولا دي الاول؟ ايه المهم والمستعجل المفروض الناس تعمله؟ طب ايه اللي انا المفروض اعمله وايه اللي انا المفروض ما اعملوش؟ طب الموضوع ده تقيل شويه اخليه امتى؟ وتقعد تفكر وترتب على حسب اهميتك اهميته بالنسبه لك ومدى استعجال ان انت توصله. في ناس بتحرق بنزين جامد قوي في اول محاضره عشان الناس تنبسط من الدوره بتاعتك وتبدا تريح في باقي المحاضرات. فاللي بيفكر بالفكر دوت مثلا هيقول لك اه لا انا هاجي في المهم والعاجل واحط موضوع كبير قوي وابدا بيه اول محاضره عشان احرق فيه بنزين والناس تنبسط وابقى مركز فيه وبالتالي الناس تنبسط وتحضر معايا بقيه الدوره. في ناس تانية تقول لك لا انا شايف ان الموضوع ده مهم بس مش عاجل. ليه؟ لان عندي مثلا الحقيبه التدريبيه مهم لكن مش عاجل من وجهه نظري انا كاحمد مبارك، لان اول محاضره وتاني محاضره بيبقى لسه مش كل الناس عرفت وسمعت عن الكورس، يبقى ما احرقش الحقيبه التدريبيه في اول وتاني محاضره، استنى للثالثه او الرابعه عشان يكون عدد كبير وصل. فبالتالي احمد مبارك بيحط لك الحقيبه التدريبيه في المهم بس الغير عاجل، هي مهمه بس مش مستعجله بالنسبه للدوره عشان خاطر اضمن اكبر عدد من الناس يستفيدوا بيها وانا بشرحها. ارجو ان انا اكون اجبتك. اسلام بيقول انا معلق المصفوفه بتاعت ستيفن كوفي ديت على لوحه ومعلقها وبكتب عليها كل جديد. محمد السيد بالنسبه للتخطيط احط، سؤالك راح يا محمد، عايز يحط عناصر ولا اهداف ولا احط ايه بالظبط؟ بص يا محمد، الهدف بيتحط الاول والخطه بنحطها عشان نحقق الهدف. يبقى ايه؟ يبقى انت الاول تحط اهداف، الاهداف عندك هدف ايه هو؟ انا عايز ابقى مدرب. طيب ايه الخطه؟ الخطه اولا احضر دوره تدريب المدربين، ثانيا هبدا اخد شويه كورسات مدعمه زي مهارات الاتصال، لغه الجسد، البادي لانجوج، زي مهارات العرض والتقديم، اداره الوقت والى اخره. بعد كده رقم ثلاثه هبدا ادور على اعتمادات دوليه عشان خاطر اتقل الاي سي في بتاعتي. دي الخطه، بس الخطه
بتيجي لتحقيق هدف، مش بنخطط للخطه في حد ذاتها. تمام؟ طيب، مره بتقول لك زي طالب الثانويه العامه اللي بيقعد يحرق من اول السنه وفي اخر السنه بيزهق، يبقى حرق البنزين بيكون عالي. لا، ما بيزهقش يا مروه، اللي بيحرق بيذاكر من اول السنه ده بيجيب 105%. ما تقلقيش. شكرا يا محمود. احمد محمد بيقول لي اسف جدا النور عندي قطع، مش هقدر اعيد تاني بقى يا احمد، معلش. خليك ايه، خليك تشوفها في الاعاده ان شاء الله. علاء سليمان بيقول التصفيف ده ممكن يتغير مع مرور الوقت. طبعا يا علاء، مع مرور الوقت بيتغير وحسب توجهاتك انت. محمود صابر بيقول سؤال تبع المحاضره طبعا يا محمود، اي حاجه ليها علاقه بالتدريب انا لازم اجاوب عليه. السؤال بيقول، في سؤال مش عارف هو محمود بيقول كده كاتب، في سؤال مش عارف هو تبع المحاضره بتاعتنا ولا لا، بس هساله وليك حريه الاجابه. هو ازاي اعرف ان انفع ادرب او ما انفعش؟ السؤال ده ملح عليا جدا. بص يا محمود، السؤال ده مش ليك لوحدك، في اكتر من حد عايز يساله، في ناس كتير عايزه تساله بس محرجه. انا بالنسبه لي انا بقيم بما يرضي الله. المشروع بتاعك اللي بتعمله انا بعمل عليه تقييم وبدي نسبه معينه، في الغالب ببقى شويه رخم في التقييمات. يعني ايه؟ يعني بقول رايي بصراحه، بقول رايي بصراحه. يعني لو انت حضرتك عندك مشكله هقول لك عندك مشكله في كذا وكذا وكذا، مش هقدر اجاملك، فاهمني؟ يعني انا مش هنبسط ان انا اجاملك النهارده وبكره تقعد في محاضره تلاقي الناس بتضحك، فما تقلقش من القصه دي. فمساله ان انت تعرف اذا كنت تعرف تدرب ولا لا، انا مش هسكت، انا هقول. تمام؟ زي ما اكرامي منور يا اكرامي معانا النهارده، الخطه توضع من اجل الحصول الوصول الى الهدف المطلوب، والخطه نقسمها على مراحل متعدده. استاذه هبه بتسال يا ترى بدات من وقت كبير؟ انا سامع حد بيرد عليك بيقول لك يا استاذه هبه بدانا من ساعه بدايه المحاضره، ومواعيد المحاضره من الساعه 9 للساعه 12. ويا ترى دي المحاضره الكام؟ استاذه هبه واضح ان هي اول مره تحضر معانا، فالدعم بقى يتعامل معاها. اماني عزام عليكم السلام. محمود صابر بتقول قصدي معايير مبدئيه اعرف اقيم نفسي بيها. احنا اتكلمنا قبل كده يا محمود في المحاضره الاولى، لو جبت تسجيلها وهو موجود عندك هتلاقيني منزل، والماده العلميه كمان عناصر رئيسيه 10 بيتقيم عليها اي حد، ارجع لهم وبص عليهم، 10 نقاط وكل واحده ب 10%. بس هي الفكره، ال 10 نقاط دول انت اللي هتدي نفسك ريت. يعني ال 10 نقاط كل واحده عليها 10 درجات او 10%، مين اللي هيديك كام في الميه فيها؟ هو انا ينفع اقيم نفسي؟ هو ده السؤال. استاذه سونيا بتقول طبعا احنا عايزين اللي يوجهنا مش يجاملنا. الله ينور عليك، انا انبسطت جدا منك يا سونيا. ليه بقى؟ عشان انت خدتيها بمحمل توجيه، وانا بحترمك جدا على الفكر ده. في بعض الناس بياخدوها بمحمل نقد، خلينا نتفق ان احنا ما نعرفش بعض، فالكويس هنقول له تعالى انت بذره حلوه قوي، احنا عايزينك معانا تساعدنا، احنا عندنا ثلاث فرق مليانه متطوعين، لازم تيجي تشتغل معانا وهتكبر معانا. واللي مش عايز اقول اللي مش كويس، اللي حاسس ان عنده نقاط ضعف هنقول له تعالى انت نقطه ضعف اللي عندك في كذا وكذا، تعالى نطورها مع بعض، تعالى احضر معانا الدوره الفلانيه. ما انا مش هسيبك، هو انا هقول لك انت الحته دي وحش فيها او ضعيف فيها وهجمي، ولا هقول لك لازم تظبطها ازاي؟ سعادتك عندي حاجه اسمها خدمه ما بعد البيع، قايمه اساسا على اساس ان انا اقول لك مشكلتك في الحته الفلانيه وتصلحها عن طريق انك تعمل كذا وكذا وكذا. اقول لك حاجه اكتر من كده، هظبطك في الدورات كمان، يعني هقول لك تروح في انوار رساله في الحته الفلانيه هتاخد الكورس الفلاني ببلاش في الاسبوع الفلاني، ايه رايك؟ اتفقنا؟ هاي مروه جمال، زي ما هو المقوله اللي بتقول يا بخت من بكاني ولا ضحكش الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. حلو الكلام الجميل ده، مين الشاعر اللي قال الكلام ده يا مروه؟ طيب محمد السيد بيقول انا من بكره معاكم في الفريق، بس ان شاء الله مدرب بعد ما انجح في المشروع. ان شاء الله يا محمد، بس انهي فريق؟ عليك ان تختار، فامامك ثلاث فرق والثلاثه احسن من بعض بصراحه. جيهان مراد، مستوى المدرب بيفرق قدر للثانيه، فهل ده هياثر من عرض فيديو وتقييمه من اول مره؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا استاذه جيهان. لما بتروحي تمتحني في البكالوريوس، لما جيتي امتحنتي وكان عندك مقص وبطنك كانت وجعاكي وحليت وحش وقعتي في الماده، رحت قلت لهم كانت بطني وجعاني ونجحوني، ولا بتعيدي الماده؟ احنا كمان نفس الفكره، اذا حصل وكان في مشروع اكتياس وكان مستواكي لاي سبب من الاسباب ما كانش كويس، واخفقتي في ان انت تعدي مشروع الاكتياس، وانت شايفه ان انت كويسه ومن حقك تعيدي تاني، بنعمل لك اعاده. احنا مش هدفنا ان احنا نعذب الناس ونزعل خالص، احنا هدفنا ان احنا نطمن ان كل واحد خد حقه. طيب هبه بتقول يا ترى الدوره دي مش هتتعاد قريب؟ نسال الله السلامه لينا جميعا. انت عارفه يا هبه احنا عشان نعمل الدوره دي اخذنا كم دعاء؟ قد ايه يا لبيك؟ الناس دعت لنا دعاء جامد جدا. طبعا يعني ان شاء الله تتعاد، وبالظبط كده اللي حاضر معانا المحاضره اللي فاتت يعرف قد ايه الناس كانت بتدعي لنا. الحمد لله. طيب الدوره دي، ايوه الدوره دي الناس، ما انا بتريق طبعا، انا ما اقصدش الناس اللي دعت طبعا، وجزاكم الله خير الناس اللي دعت. طيب خليني اقول عشان بس ايه الزملاء اللي في زميل كتب ان الناس بتحقد، خليني اوضح لكم يا جماعه، هي مش مساله حقد،
هو بيزنس. يعني ايه؟ ركز معايا وانت كمدرب ولازم تفهم الكلام ده. انا لو دورة تانية مش هشرح لك ولا هحكي لك الخلفيات ولا المواجهات اللي بتحصل لنا بره، بس عشان دي دورة تدريب المدربين لازم تفهم انك بكره هتتحط في نفس النقطة. باختصار، بص حواليك، شوف السوق عامل ازاي، وشوف الاسعار عامله ازاي، وشوف الدورات بتتاخد فين وبكام. يعني حسين علي ذكر ارقام، بصرف النظر في اقل من كده يا حسين وفي اكتر من كده. ففي ناس بتعتقد وهي على باطل ان احنا بنتعمد التوقيت، او بنتعمد ان احنا ننزل كورسات في اوقات هم منزلين كورسات، قال يعني احنا بقى ايه اب تو ديت قوي وفاهمين الدنيا كلها ايه، بحيث ان احنا نحرق لهم الدورات بتاعتنا. طبعا ده تهريج، لان احنا والدعم موجود يصلح لي لو انا كدبت، احنا بنبقى بنظبط للكورس دوت قبليها بشهر واتنين، ربنا يعلم انا يمكن متكلم مع لبيك من شهرين او ثلاثه في ان احنا نظبط الكورس في الشهر دوت. فاحنا لا نعرف مين اللي هينزله في نفس الوقت دوت، ولا يفرق معانا من بعد العيد. قالت لك لبيك، قالت لك من بعد العيد. العلم بقى تجاره لما بقى في ناس مش عايز اتكلم. انت هتنكشني يا حسين وانا مش عايز اتكلم في الموضوع دوت. طبعا الاخ اللي انا مش عارف اسمه، وحيد، بيقول لا نعيب على من يعطيها بمال ونشكر من يعطيها مجاني. ومين اللي قال ان احنا لا نعطيها بمال يعني؟ ومين اللي قال ان في مشكله في اللي يعطيها بمال؟ ما اعتقدش ان في حد علق على اللي يعطيها بمال. بزنس وده شغل زي اي حد. لكن احنا كلامنا على ان الناس لما تلاقي حد بيدي كورس مجاني ترفع القبعه وتسكت، مش تهاجم اللي بيديها مجاني وتدعي ان هو متعمد يحرق الكورس بتاعه او متعمد يفشل الدوره بتاعته. تاني، احنا عمرنا ما نقدنا، عملنا وجهنا نقد للشخص اللي بياخد دورات. على فكره انا واحد من الناس بتقاضى اجر، مشكله مش بتعب. على فكره انا موظف، انا محاسب قانوني، يعني التدريب مهنتي الاصليه ولكني احترفها. مش انا اولى بالساعات اللي انا بدرب فيها ديت اهل بيتي اولى بيها؟ فاذا تقاضيت اجر ايه المشكله؟ عمرنا ما تطرقنا للنقطه ديت. انت دخلت في نقطه صعبه قوي يا مستر صعب. احنا كل اللي اتكلمنا فيه لما تلاقي حد بيجاني دي زكاه معلومه. لما نقول زكاه معلومه يبقى كلنا لازم نطلع المعلومة. تعالوا نتكلم لزنا وياك، تعالوا نتكلم على حاجه اسمها الاستعداد للتدريب. الاستعداد للتدريب بيقول ايه؟ انا هقفل الشات بعد اذنكم عشان نركز شويه ونرجع لكم تاني. شكرا يا لبيك. انت راجل مدرب زي الفل، لما تيجي عايز تعمل تدريب هتستعد ازاي؟ تعال هقول لك. اول حاجه معاك ورقه وقلم، واكتب فيها المواد والمعدات اللي انت عايز تستخدمها في التدريب بتاعك. زي ايه؟ زي الداتا شو لو انت بتشيلها معاك وانت رايح القاعه، لو القاعه مش مهمه. لو انت دايما، انا بحكي لك على الحاجات اللي انا بامن عليها وانا رايح مع حضرتك. معايا قلاب كده ريموت بقلب بيه السلايدز، لازم بطمن انه موجود. لازم يبقى معايا حاجه قلم عشان القلاب ده يشتغل. بستخدم شويه بلاليم ودبابيس وكروت صغيره عليها ارقام. كل دي مواد بستخدمها في التدريب بتاعي، لازم تبقى في شنطتي. اوراق بيضاء واقلام تبقى في شنطتي. كل دي ادوات تدريبيه بستخدمها معايا، تبقى معايا. طيب مش ممكن انسى، ممكن انسى. طب يبقى ليلتها بالليل ورقه وقلم وتكتب فيه انا محتاج كذا وكذا وكذا، وهتعملهم في شكل قائمه. قبل ما تنزل تروح الدوره بتاعتك تراجع القائمه دي. اول رقم اتنين، من فضلك روح القاعه بتاعت التدريب بتاعتك قبلها بساعه. طب ليه؟ عشان تبص على القاعه بس. تيجي القاعه المتدربين، الله يكرمك، بلاش تعيش في دور الشخصيه المهمه وتقول لا انا اجي في الاخر يكون المتدربين قعدوا. اشبه الشخص المحاضر في المحاضره كانه عنده فرح. ينفع المعازيم تيجي قبل حضرتك وانت اهل العريس، انت ابو العريس او ابو العروسه؟ ما ينفعش. لازم المعازيم تيجي تلاقيك واقف منتظرهم وتقول لهم اهلا وسهلا. انت يا محاضر، انت يا مدرب، لو سمحت اوصل القاعه قبل المدربين بتوعك، قبل المتدربين بتوعك، واستقبلهم وابدا اتعرف عليهم على ما بقيت الناس. ادي لنفسك 15 دقيقه على الاقل من الساعه اللي انت هتروح فيها بدري عشان تجهز نفسك. اجهز نفسي ازاي؟ اسخن يعني؟ تسخن، بس تسخن جسديا عن طريق ان انت تركز طاقتك وتخلي مخك من اي افكار وخزعبلات، وتبدا تركز كده وتهيئ نفسك نفسيا، وتاخد نفس عميق كده وتطلعه بالراحه، وتبقى ريلاكس على الاخر عشان تفك الشحنه الزايده اللي عندك وتشيل التوتر لو كان موجود، وتبدا تبقى هادي خالص ذهنيا في الساعه دي اللي الناس لسه مش موجودين. تبدا تخيل الناس اللي جايين، وتبدا تعيد وتردد الجمله الافتتاحيه بتاعتك. هتبدا بايه؟ في معايير شخصيه خلي بالك منها في ال 15 دقيقة دي أو في الساعة دي. أوعى تقعد تاكل أو تفضل تشرب عصاير بقى وحاجات ساقعة وحاجات زي كده. ابعد عن الحاجات ديت، عشان دي لو في الصيف هتخليك تعجق كتير وتحتاج تروح الحمام كتير، ودي مشكلة طبعًا أثناء المحاضرة. فهتبعد عن الكلام ده على الأقل قبل المحاضرة بساعة. طبعًا ده مش معناه إن أنت من الكلام
تشربش ميه. لا طبعا انا ما اقصدش كده، ولكن اعني الافراط في الشرب. وفي نفس الوقت لو سمحت قبليها بيوم تنام بدري عشان تاخد قسط كافي من النوم بتاعك. ده مين؟ ده مدرب. طيب لما تدخل بقى في اسئله لازم تطرحها وتوجد اجابات ليها. 5 اسئله محدده قبل اي دوره لازم تسالهم وتحاول تشوف اجابات، لاما اجابات تاخدها من المنظم، لاما المنظم اللي هو مين اللي هي الجهه الثالثه. فاكرين التدريب يا جماعه؟ عناصر التدريب مدرب ومتدرب ومنظم. المثلث الوهمي اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه، اللي لازم التلاته يتفاعلوا مع بعض عشان يطلع تدريب ناجح وفعال. هتبدا تجاوب السؤال الاول، هو انا هعمل التدريب ده ليه؟ ده تدريب عشان خاطر عايزين نطلع مدربين حلوين كده وكفاء. ده احنا بندرب عشان خاطر مهارات الاتصال مع الاخرين. الناس دي جايه عشان تتعلم مهارات العرض والتقديم. فتبدا اهداف مرتبطه بالهدف الرئيسي بتاعك واللي الناس جايه عشان. السؤال اللي بعد كده، هو انا هقعد قد ايه في المحاضره؟ ساعه؟ ساعتين؟ 4 ساعات وفي بريك ربع ساعه بينهم؟ ممكن حد يقول لنا؟ هو ده السؤال. لما يقول لك ساعتين او ثلاثه يبقى على طول تبدا تفكر، لو انا عايز اعمل مهارات الاتصال مع الاخرين وقدامي ساعتين هتكلم في ايه؟ ايه الاولويه؟ اول ساعه انماط الشخصيات وتاني ساعه لغه الجسد. كده جزئين حلوين. طب لو 4 ساعات يبقى انا هزود مهارات الاتصال مع الاخرين، يبقى انا هزود مهارات عناصر التفاعل وهكذا. ده الفكر، وازاي بتخطط وايه العناصر اللي انت تقدر تنجزها في الوقت المسموح بيك وبتحدد على اساسه. برضه من ضمن الاسئله، انا هستخدم قناه واحده لتوصيل المعلومه ولا قناتين ولا قنوات متعدده؟ مين المتدربين؟ مين الناس اللي هتبقى قاعده؟ ولاد بس ولا ولاد وبنات؟ خريجين من الجامعه ولا لسه طالب؟ عواجيز ولا كبار؟ جنسياتهم ايه؟ طب فيهم حد ما بيتكلمش عربي؟ طب فيهم حد من شمال افريقيا؟ لو شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، ومش عارفين مصري هيبقى مشكله، لان هم هناك بيتكلموا فرنساوي. فلازم نطمن ونغطي الكلام دوت. طب لو هم عرب هل هيفهموا اللغه العاميه بتاعه المصريين ولا لازم نتكلم بلغه عربيه فصحى؟ طب هم خبرتهم ايه؟ طبعا الخبره دي بتبقى بتنضاف لما تكون حضرتك هيكرمك كده بتعاقد في احدى الشركات ورايح تدرب الاستاف بتاع الشركه ديت، الموظفين اللي في الشركه. فساعتها مهم قوي تعرف الخبرات الناس اللي قدامك ومؤهلاتهم ايه ودراساتهم ايه قبل ما تقعد اصلا. السؤال اللي بعد كده، انا اخترت الوقت الصح للتدريب؟ يعني انت عايز طلبه فبتدي الكورس في ويك اند عشان يبقى الطلبه موجودين، ولا انت عايز ناس متخرجه فتدي الكورس بعد الظهر عشان اللي متخرج ده اكيد يشتغل فيقدر يجي معاك بعد الظهر، ولا انا مش عايز بنات في الدوره بتاعتي فاعملها بالليل من 8 ل 10 مثلا او من 9 ل 11 وهكذا. السؤال اللي بعد كده، انت جهزت القاعه بتاعتك صح؟ تهويه، ترتيب مقاعد، بعيد عن الزحمه والدوشه، المبنى مهيئ كويس. بعد كده انت جهزت ماده علميه او حقيبه تدريبيه كافيه لسد الفجوه اللي عند الناس ديت؟ ايه الفجوه دي؟ مش قلنا ان اي حد رايح يحضر دوره بيبقى هدفه يسد فجوه تدريبيه معينه، عنده احتياج لحاجه معينه رايح يحضرها؟ هل انت جهزت الماده اللي هتسد الفجوه دي؟ دي اسئله لازم تدور في خاطرنا وعلى الاقل ترد عليها بينا وبين نفسنا. في اسلوب اسمه اساليب الذاكره، حاجات بتساعدنا على تذكر الاشخاص، بتبقى ساعات كده موجود في دوره تدريبيه تستمر شهر مثلا ولا حاجه، وكل مره بتشوف نفس الاشخاص فعايز تحفظ اسمائهم بقى، شكلنا بقى وحش، كل مره اشوفك اسالك اسمك ايه او اسمك ايه، فلازم نحفظ. طب ما الموضوع صعب. طب ايه رايك نعمل زي بطاقه او ورقه على التيبل اللي بيقعد عليه كل واحد ونطلب منه انه يكتب اسمه، فبدل ما تيجي تقول له حضرتك اسمك ايه، بص على الورقه اللي قدامه هيلاقي فيها اسمه، هتلاقي فيها اسمه وتنده له باسمه احسن. هتفرق؟ لما هتلاقي حضرتك كده مره في مره بتنده للناس باسمائها هياخدوا عليك بسرعه وهيبقى في ثقه بينكم وبين بعض والمعلومه هتوصل اسرع. وانت بتشتغل حاول تخطط دايما للوقت الضايع. يعني ايه؟ يعني لازم تفكر ان ممكن الناس تيجي متاخره، وان في ناس على ما تقعد في المقاعد بتاعتها وتملي الغياب والكلام دوت، لو بناخد حضور انصراف هتاخد وقت. لازم تفكر ان في، لو انت بتدي مثلا محاضره والاذان اذن لازم تبقى سايب ربع ساعه للصلاه او نص ساعه للصلاه وهكذا. فده بالنسبه لي، اذا قلت مثلا عندي كورس ساعتين وفي نص ساعه للصلاه، فلازم تبقى عامل حسابك ان انت الكورس نص ساعه ونص، هي وجيزه على اساس ساعه ونص بس مش على اساس الساعتين. ودايما يبقى معاك
ساعة أو منبه محطوط في أي مكان بعيد عن المكتب بتاعك أو بعيد عن ساعتك اللي في إيديك. ما ينفعش كل شوية تبص في الساعة عشان تعرف فاضل قد إيه. ممكن تعلقها في حتة بعيد أو تحطها في مكتب، لو المكتب بعيد عنك تحطها على المكتب بس المكتب يبقى بعيد عنك، وهكذا، بحيث إن أنت تكنترول نفسك وتعرف تمانج الوقت بتاعك. وخلي بالك لو أنت عندك ساعتين محاضرة وفيها نص ساعة صلاة، ما ينفعش تظبط على الساعة ونص بالظبط، لأن أنت لازم يكون عندك وقت للمناقشة، فأتليست الساعة ونص دي فيها 15 دقيقة هتروح في المناقشة وإن أنت تاخد أسئلة. في شوية ملاحظات عامة بقى، ما تخلي بالك ما تفضلش تمسك الأقلام أو مسطرة أو أي حاجة تقعد تمسكها في إيدك كده وتقعد تشوح بيها، وخلي الحاجات دي جنبك وما تخليهاش تشغلك. الناس اللي بلادهم فيها عملات فضية، يا ريت لو سمحت قبل ما تبدأ محاضرتك طلع كل الفضة من جيبك وحطها في شنطتك أو حطها على المكتب عشان ما تفضلش تمشي تجري. فاكرين لما قلنا تروح المحاضرة قبلها بساعة؟ الموضوع ده مهم جدا عشان تاخد على المكان وتمشي فيه وتفضل رايح وجاي فيه عشان ما تتكعبلش. المكان الجديد اللي انت أول مرة تمشي فيه ممكن ما تاخدش بالك إن فيه أسلاك، ممكن ما تاخدش بالك من ممكن يكون في درجة سلم فتتكعبل فتقع، فالناس هتضحك عليك فشكلك هيبقى وحش، فتخلي بالك وتروح بدري أحسن وتتمشى في المكان عشان تحفظه. في حاجة بسيطة جدا ومهمة جدا، حضرتك لازم تبقى مهندم، شعرك متسرح، لابس الجرافطة بتاعتك، البنطلون بتاعك يكون متظبط كده والدنيا كويسة أو قبل ما تحاضر. وتعلمنا زمان في أحد المحاضرين الأسبان كان علمني حاجة وأرجو إن أنتوا تفهموها. الحاجة دي بتقول إيه؟ لو عايز تسوق لأي موضوع أو عايز توصل لأي موضوع لازم تسوق لنفسك الأول. إذا سوقت لنفسك صح وأقنعت اللي قدامك إن أنت شخص كفء ومناسب لإعطاء المعلومة، هياخد الكلام منك وياخد المعلومة منك وياخد التدريب منك وهيهضمه وهيثبت في دماغه. والعكس، إذا أنت شخص ما عرفتش تسوق لنفسك وما عرفتش كاريزمتك وشخصيتك ووضعك وثقتك في نفسك، اللي قدامك هتتنقل له عدم الاتزان اللي انت ممكن تكون فيه ومش هيتقبل منك معلومه، وممكن يبدا يعمل لك تشالنج ويتحدى كلامك ويبدا ما يثقش في كلامك وممكن يسيبك ويمشي. فخلي بالك عشان التريكات دي مهمه جدا. هنقف هنا ونفتح الشات ونبدا نسمع اسئله. لما تسأل سؤال جدلي في وسط المحاضرة ومش عاوز أجاوب لأن الإجابة ممكن تخسرني كتير، والله ممكن تقولي له السؤال دوت بره موضوع المحاضرة فأرجو إن إحنا نتكلم فيه في البريك وتخلعك. دي شيهان محمد السيد، أنا بنسى الأسماء بسرعة ومش عارف أعمل حكاية البطاقات، أعمل إيه؟ يعني إيه مش عارف تعمل حكاية البطاقات يا أستاذ محمد؟ اللي بينسى الأسماء هيعمل حكاية البطاقات، لكن اللي مش عايز يعمل الأسماء أو بينساها مش عايز يعمل حكاية البطاقات مش عارف. لا انا مش عارف يا محمد، اديني سؤال كده اعرف اجاوبك عليه يا محمد. شيماء، بالنسبة للمدربات البنات هل يفضل انها تدرب بنات بس ام الجنسين؟ يا شيماء، التفضيل دوت تفضيل ديني ولا تفضيل فني؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك بتسأليني من الناحية الشرعية، هل سؤال شيماء مهم جدا، هل بتقولي لي يا شيماء من الناحية الشرعية المفروض حضرتك تدربي الجنسين ولا لأ؟ هقول لك الله أعلم وتروح تسألي دار الإفتاء لأني مش هقدر أفتيكي في الجزئية دي. لكن الفضل في إنك تدربي، المفروض إن حضرتك بتدربي أي حد، كل حد، أو إحنا بنأهلك تدربي الولاد والبنات. لكن لو كان سؤالك قصدك عليه من الناحية الشرعية أكيد أنت سألتيه للشخص الغلط. حضرتك لو من الناحية الشرعية هتسألي شيخ يفتيلك في الجزئية. طيب بالنسبة للبنات اللبس يكون ايه؟ بص يا ياسمين، بالنسبه للبنات اللبس بيبقى فيه بنات ليهم لبس فورمال وليهم بدل، وهتبعدي عن الكوتشيات وهتبعدي عن السابو وهتظبطي بعيدي عن اي حاجه فيها بطيهات وبعيدي عن اي حاجه فيها لبس بيشف او اي حاجه فيها اي اغراء. كل الحاجات دي بتفرق معانا جدا، لان اللي جاي ده جاي يتفرج على العرض بتاعك وليس جاي يتفرج عليك، فلازم نخلي. محمود صابر بيقول ازاي اعمل تهيئه كويسه قبل المحاضره؟ ويا ترى التهيئه دي بتكون بعد الدخول مباشره ولا بعد التعرف على المحاضره؟ اللي بشوف مدربين بيدخلوا مثلا بتهيئه بتكون عباره عن لغز شيق
هي التهيئه بتاعتك غير بتاعتي يا محمود، احنا متلخبطين. التهيئه اللي انا اقصدها هي التهيئه النفسيه والعقليه للمدرب، وده انا كمدرب بعملها لنفسي. التهيئه اللي انت قصدك عليها طالما قال طالما كلمت في حته لغز شيك، فانت قصدك اللي هي ايه، ان انت يعني اذابه السليم، ان انت تفك الناس، دي ما اسمهاش تهيئه، دي اسمها ايه، اذابه السلك. اول دقيقه بتذيب السلك بانك تعمل لغز شيك زي ما انت قلت كده، انك يبقى معاك جايزه وتقول والله تسال سؤال بسيط واللي هيجاوب اول واحد هياخد شوكولاته، ممكن تبقى في جايزه ماليه، ممكن يبقى في هديه بسيطه، كتاب مثلا لاي حد. دي ده الاسلوب الشيك. ممكن تعمل رسمه كده وتقول محتاج مين احسن واحد ممكن يكمل الرسمه دي، شوف هتوصلنا لايه. كل دي اساليب فك الجايزه. محمد السيد بتقول ما عندكش امكانيه اعمل البطاقات على الكراسي، حلو قوي. سعادتك ممكن تعمل حاجه اسمها الترميز، تاخد ترمز الناس، يعني تبص كده الواحد هتلاقيه لابس نظاره واسمه محمد، يبقى محمد الطويل ده ابو لابس نظاره، يبقى اللي لابس نظاره اسمه محمد. هتعمل ترميز للناس، تحط رمز في كله، البنت اللي رفيعه دي اسمها اكس، يبقى انت كده ايه شاب، يعني رمزت كل حد واديته علامه مميزه فيه. دي اقرب طريقه بتربط الحاجات ببعضها، برافو عليك. اماني عزام ممكن يكرر دائما اسماء. طيب بالله عليك يا اماني، يعني انا دلوقتي في محاضره وعايز احفظ اسمك، افضل قدام الناس اقول اماني 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 اماني، ولا كل شويه اقول يا اماني قلت ايه، يا اماني عدت ايه، يعني شكلها مش حلو. يعني التكرار بالطريقه دي هيبقى صعب شويه. ممكن الدعم الفني الجميل بتاع يختار لنا حد نعمل الاكسرسايز بتاع الصوت عشان احنا ما عملناهوش المره، ينده على اخوه حد من الشباب الجميل اللي موجودين معانا سواء اتدربوا معانا، او ممكن محمد سبتان عشان هو معانا برضه عنده خلفيه كويسه بالقاعه، وكان عندنا في نجله برضه، معرفش نجله موجوده ولا لا. اوكي هنفتح الشات لمده، اوكي شكرا. نقفل الاول وبعد كده اللي هيطلع يكتب خمسه يا جماعه. طيب نبدا بمحمد السيد وبعده طارق سليمان يجهز نفسه. يلا يا محمد. السلام عليكم. تمام كده. طيب انا ممكن امدح على مستر احمد، مستر احمد حبيبي كده، فلازم امدح عليه عشان انا ما عنديش اخوات. يلا نبدا. يلا مين مستعد؟ احمد 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 احمد. طبعا لو في حد دخل القاعه دلوقتي وشاف زمان بينده بالطريقه دي اكيد هيقول علينا عاقلين جدا جدا جدا. بس انت عيل والله، برافو عليك، عندك حنجره قويه، وارجو ان انت ما تستخدمهاش في الخناقات. لا انا عايز اللي يطلع يتكلم بعد كده بعد اذنكم يطلع يكلمني عن المصفوفة، يقول لي ايه المهم، خليني اجيبها لكم احسن. المهم هو عاجل وغير عاجل، انا هجيبها قدامكم. ايه رايك يا طارق تطلع تقول لنا كده المهم والعاجل بالنسبه لك ايه، المهم وغير عاجل زي ايه؟ صح يا محمد انت عملتها صح، بس اخر واحده كانت اوفر قوي، يعني الخامس دي اعتقد دي محتاجه تبقى الثامن التاسع. فكل اللي اسمائهم مذكوره، اسماء خلف ومروه جمال، يخلي بالهم محتاجين منكم ترتبوا لنا المهم والعاجل، المهم وغير عاجل، الغير مهم. تديني مثال بس في كل مربع من المربعات. طيب ربنا يخلي يا مستر محمود. مين معانا يا شباب الدعم؟ معانا يا شباب الدعم؟ يلا يا اسلام، اسماء خلف، الترتيب متهيألي طارق الاول. طارق انت جاهز؟ لو جاهز اكتب اتنين يا استاذ طارق. استاذ طارق لو جاهز اكتب اتنين. استاذ وحيد احنا ماشيين بنظام. استاذ طارق لو سمحت لو جاهز اكتب اتنين. نشوف حد تاني، نشوف حد تاني. اوكي بنت لو سمحتي. اسماء احنا السؤال بيقول قدامك على الشاشه دلوقتي في اربع مربعات، مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم ولكنه عاجل، وغير مهم وغير عاجل. محتاجين منك عند كل مربع تقولي حاجه في حياتك مهمه وعاجله، يعني حاجه تصنفيها على انها مهم وعاجل، حاجه تانية تصنفيها على انها مهم بس مش عاجل، حاجه ثالثه لا مهمه ولا عاجله، حاجه رابعه غير مهم ولكنه عاجل، وهكذا. لو تحبي تفكري شويه ممكن ناخد حد تاني. لو جاهزه يا اسماء هتكتبي اتنين. اوكي. السلام عليكم. المهم والعاجل هو خلص دراستي الجامعيه، مهم وغير عاجل اني بلش شغل، غير مهم وعاجل اجتماعيه، غير مهم وغير عاجل الفاكيشن او الاجازه السنه. انت من فين يا اسماء؟ من لبنان. طيب ممكن تعيد ثاني وتعلي صوتك اكتر؟ المهم والعاجل هو اني خلص دراستي الجامعيه، المهم والغير عاجل اني بلش شغل، الغير مهم بس عاجل
الاجتماعيات والعائلية، وغير مهم وغير عاجل هو الإجازات السنوية. شكرا جزيلا يا اسماء، شكرا. هاي طيب، عشان ما ننساش احنا معانا النهارده محمد السيد معانا 1%، اسماء خلف 1%، صح كده؟ نشوف اسلام، جاهز يا اسلام؟ تمام اتفضل. يعني في مشكله عند اسلام، نشوف حد تاني يا جماعه. طيب ناخد مروه جمال. مروه جاهز اتفضلي. السلام عليكم. المهم والعاجل مفيش ايه يا اسماء يا مروه، بعد اذنك مروه مفيش ايه، ما تبدأيش كلامك بايه. الاتخاذ المهم جدا، اتخاذ قرار المهم والعاجل بشأن المستقبل، يعني المهم والغير عاجل اللي هو وضع الخطة اللي هي السنوية اليومية أو يعني الشهرية، يعني هي بتكون خاصة السنوية. الغير مهم والعاجل زي تليفونات، يعني أصدقاء بترن أو الكلام دوت وأنا مش عايزة أرد. غير مهم وغير عاجل اللي هو بيكون زي الشات على الفيسبوك أو أي شيء. هايل، هطلب منك طلب صغير بعد اذنك مروه، هطلب منك طلب صغير بعد اذنك. هتعيدي تاني ومش عايز ايه. اتفضل حضرتك، هتعيدي من غير ايه خالص، لا قبل الكلام ولا وانت بتفكري، فكري لجوه، يعني استدعي الفكره اللي انت عايزه تقوليها وانت ساكته، ما تقوليش ايه لغايه ما تجيلك، لا اللحظه اللي انت بتندهي على المعلومه اسكتي فيها، ما تقوليش. اتفضلي. تمام. مهم وعاجل اتخاذ قرار بشأن المستقبل، غير عاجل وضع الخطة السنوية، غير عاجل غير مهم وعاجل تليفونات الأصدقاء وأنا مش عايزة أرد. غير مهم وغير عاجل زي الشات على الفيسبوك أو أي شيء. مروة أشكرك، شكرا جزيلا. مروة معانا 1% النهاردة. لا مش هناخد حد تاني، احنا هناخد بريك يا جماعة، الساعة دلوقتي 11 إلا تلت، معانا بريك لغاية الساعة 11 ونتقابل الساعة 11 إن شاء الله. شكرا جزيلا. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي للجميع. في سؤال استقصائي يا جماعة، أرجوكم أول ما نخلص المحاضرة حضراتكم تمشوا على الجروب على طول بتاعنا وتقول رأيك، عايز تعرض مباشر على القاعة ولا عايز تعرض من خلال العرض التسجيلي، وتبعت لنا الرابط مع الماتيريال بتاعتك. لازم الكل يجاوب النهاردة عشان الدعم الفني مشكورا هيبدأ يحصل الأسماء. لو اسمك اللي على الفيسبوك مختلف مع الاسم اللي مسجل بيه معانا هنا في الكورس، تكتب كومنت تحت الاستقصاء دوت، تكتب تقول انا فلاني الفلاني واسمي على الكورس كذا، عشان يسهل علينا ان احنا نعمل. طيب ممكن انا اهلا بكره ما فيش مشاكل، لكن احنا في الاخر هيبقى قدامنا اللي صوت كده او عمل صوت تصويت كده، اللي غير كده هو مش عايز يعمل العرض، فدي قصه تانية، فلازم يا اهلا تنجزي الموضوع ده بكره ان شاء الله. طيب ايه تاني يا جماعه؟ موضوع العرض بتاعنا للناس اللي متلخبطه لغايه دلوقتي، الماده العلميه هي اللي انت هتعرضها في الفيديو. ايوه انا بقول اهو يا اماني، انا عارف انا بقول عشانك. الماده العلميه، طب وانت جهزتي ايه؟ ماده علميه. فالماده العلميه اللي انت جهزتيها قدامك حاجه من اتنين، يا اما هتطلعي تقوليها في الفيديو وتبعتي لنا، يا اما هتطلعي لايف معانا هنا وتقوليها صوت وصوت. تمام كده؟ يبقى الماده العلميه هي اللي هستخدمها لا اما في العرض اللايف لا اما في التسجيل صوت وصوره وتبعت لنا الرابط. في الحالتين انت بتبعت الماتيريال مع الرابط على الايميل. طيب اعتقد السؤال ده اتسال للدعم كتير قوي يا استاذ محمد، وقلنا هنحدد. انا بحدد دايما العرض اللايف بتاعي لما اخلص الماده العلميه، لما اخلص الماده العلميه الجزء النظري هبدا اخد العرض اللايف. تحت امرك يا استاذ محمد. محمود صابر، ايوه الماده العلميه دي ممكن تعملها على اي حاجه، ما تكلمنيش في الدين وما تكلمنيش في السياسه فرق انف. بالنسبه لي يا اسماء، انا بالنسبه لي فير انف، ان انا بديكي اوبشن تختاري ما بين الاثنين. اذا انت حاسه ان هي اصعب بالنسبه لك اللايف، خليك في التسجيل صوت، فاهماني؟ انا بالنسبه لي مش هتفرق، هو مش لبيك قالت اسئله الدعم محدش يسالها يا جماعه كده، بس خلينا نلتزم بس في موضوع المحاضره. ولبيك ما شاء الله، انا سامعها بتقول ميعاد الماتيريال وميعاد الفيديو، فاحنا كلامنا واحد، يعني احنا اصلا قاعدين مع بعض ومتفقين على اللي هنقوله ليكم، فمحدش فينا هيقول رد غير اللي قبليه قاله. احنا بكره الماده العلميه، يوم الاربع اللي جاي زي النهارده ميعاد الفيديو، ده كلام ثابت ومش هيتغير، لما تسال حد تاني مش هيتغير، المعلومات دي ثابته. طيب اللي بطلبه من حضراتكم كله يعمل فوتنج على الجروب، كله يعمل تصويت على الجروب من فضلكم، ولا يهمك يا مستر طارق، اهم حاجه تكون الاجابه وصلت. طيب السؤال الاستقصائي احنا حاطينه دلوقتي في اول حاجه على الجروب عشان الناس كلها تخش تعمل فوت عليه. هايل جدا.
تعالى معايا نتكلم عن العرض. لما تدخل وهتبدأ العرض بتاعك، ايه اللي المفروض تعمله؟ اول حاجة انك تبدأ تذكر الاسماء بتاعته بينك وبين نفسك كده، ايه اول ما تسمع الاسم تتهجى الاسم وتكرره بس بينك وبين نفسك من غير ما تحرك شفايفك، بينك وبين نفسك ومن غير ما تحرك شفايفك. مش في ناس ممكن تتكلم من غير ما تحرك شفايفها زي الناس اللي بتاكل من غير ما تحرك شفايفها؟ في ناس كتير قوي بتاكل لبان من غير ما تحرك شفايفها. اذا ايه، احنا نقدر نكرر الاسماء بس من غير ما نحرك شفايفنا ومن غير ما صوتنا يبقى عالي ولا نهمس بيه عشان محدش يسمع. دايما دور على سمة وجيهة من في الشخص اللي قدامك، طويل مبتسم على طول، نظارته عريضة، بنت لابسة نقاب، بنت لابسة حجاب، يعني دور على ميزة او علامة مميزة في اللي قدامك عشان تربط بيها الميزة دي بالصوت بسوري بالاسم بتاعك. دايما لما بتنده على المتدرب باسمه بيضمن لك مستوى جيد من المخاطبة وردود الافعال والتأثير قوي جدا. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ مين فينا يتمنى في محاضرته ان المتدربين بتوعه يبقوا نايمين؟ طبعا حاجة سيئة جدا. البديل بتاعها ان انت تخلق جو من الحماس، لازم الحماس دوت، الحماس ده مهم جدا على فكرة، وتخلي المتدربين متحمسين لموضوعك. فاذا لم تكن انت متحمس وبتشرح كده من جواك بذمة ومقتنع باللي انت بتقوله وفاهم بتقول ايه وتحس ان انت ايجابي في كلامك، عمر حماسك او عمر السلبية في كلامك ما هتؤدي الى نتيجة ايجابية مع المتدربين. يبقى تاني لازم حضرتك تبقى عندك حماسة وايجابي في حواراتك مع متدربينك عشان بالتبعية يتنقل الحماس دوت ليهم. لازم تستخدم عينيك وتعبيرات وشك عشان توصل الحماس دوت للمتدربين، بتحفزهم ودايما صوتك يبقى فيه قوة وحيوية. ولو حسيت بملل والناس ابتدت تنام لازم تقاوم الملل دوت بتدريب، بقصة، بأمثلة، اي طريقة انت حبيبها عشان تقدر تتعامل معاهم وتتغلب على الاحساس بالملل. اساليب كسر الجليد من اهم الاساليب اللي موجودة ومهمة جدا عشان دايما يبقى في القاعة بتاعتك فيها افراد غير متجانسة واصحاب توجهات مختلفة. والابحاث بتقول ان في بداية اي تدريب بيبقى المتدرب قاعد مش بيفكر في المقرر التدريبي ولا المادة العلمية ولا الشخص، كل اللي شايل همه الشخص اللي جنبه. هيضايقه في القعدة؟ طب هو هيقعد يتكلم ويعطله؟ طب هو متعاون كده ولا مش متعاون؟ هي دي الحاجات اللي بتشغل دماغ المتدرب. فكل ما انت تفك الجليد وتخلي الناس تاخد على بعض ده هيساعدنا كتير. طيب هتفك الجليد ازاي؟ ندي مثال بسيط جدا. لو انت مثلا بتعمل دورة مهارات الاتصال، ايه اللي يمنع لو حضرتك عندك في القاعة 30 40 واحد ان انت تبدأ تطلب من كل اتنين يعرفوا بعض يبعدوا عن بعض بحيث ان انا ابقى قاعد جنب واحد اول مرة اشوف؟ دي اول شرط. رقم اتنين، تطلب من كل حد انه يتعرف على التاني ويطلع يقدمهولي تاني. وسيلة كويسة قوي لكسر الجليد يا جماعة، نتعلمها مع بعض. اول حاجة هتطلب من كل الناس اللي داخلة مع بعض ان هي تنفصل عن بعض مؤقتا وتنبه على انها مؤقتا، وتطلب من كل حد يبقى اللي جنبه اول مره يشوفه النهارده. رقم اتنين، رقم اتنين حضرتك هتروح تقول له عايزك تعرفني على اللي جنبك في 5 جمل، واللي جنبك يعرفني عليك في 6 جمل، وهكذا، والنادي على حد حد. طيب عدد الجمل نحددها ازاي؟ لا اما شفوي ويبقى ثابت للكل، لا اما كروت صغيره ونكتب عليها ارقام من 5 لـ8. 5 معناها 5 جمل، 6 معناها 6 جمل، 7 جمل، 8 جمل، وهكذا. فاللي بيطلع بيبدا يوريك الكارت بتاعه ويبدا يعرفك على اللي جنبه، الاثنين بيطلعوا بره. طب ليه هيطلعهم بره؟ ما تخليهم قاعدين في مكانهم على الكراسي. لا، هطلعهم بره عشان تبقى ضربت عصفورين بحجر. منها فكيت الجليد والناس ابتدت تتكلم مع بعض. رقم 2، اديت للي طالع بره ده مناعه انه يقف قدام الناس ويتكلم، فكانه بيعمل برزنتيشن. فانت كده علمته ازاي ياخد ثقة في نفسه ويتكلم قدام 30 40 حد. يبقى انت 2 في 1، كسرت جليد وفكيته وفي نفس الوقت عملت ايه؟ اديته ثقة في نفسه وخليته يعرفك على اللي جنبه. طيب لو انا مش في مهارات الاتصال، مهارات العرض والتقديم، خلاص هقول لك تعالى بقى اطلع كل واحد يعرفني بنفسه. يعرفك بنفسه بس؟ لا، وخليه يعمل لي مشروع كده من 2 3 دقايق يقول لي اصعب موقف مر في حياته، ونطلع ونصوره فيديو بتاعه ونبدا نقول له نقاط القوه بتاعتك ايه ونقاط الضعف بتاعتك. طيب لما تيجي في دوره زي تدريب المدربين نبدا نقول له تعالى نعمل مشروع لاجتياز التدريب عشان نعلمك
نعرف نقيمك ونقول اذا كنت انت عندك مشاكل في التدريب ولا لا، وفي نفس الوقت تعالى نعمل معاك حاجه اسمها خدمه بعد البيع ونساعدك في المرحله التاليه لحصولك على الدوره بتاعتك. الصوت مهم، لعبك في الصوت اهم، براعتك في حجم الصوت بانك تعليه وتوطيه زي ما كنا بنعمل في مريم، زي ما كنا بنعمل في احمد، نطلع الدور الاول الدور الثاني الدور، ده مهم جدا عشان تعرف امتى تلعب وتوطيه، ده مهم جدا. النطق حاجه ما ينفعش نتجاهلها، ما ينفعش حضرتك تبقى مدرب كبير وبتتلعثم في الكلام والكلام بيتاكل والناس مش عارفه تفهم الجمله اللي انت بتقولها. حاول تغير نبره صوت والطبقه اللي بتطلع منها الصوت بحسب انت بتكلم حد في الصف الاولاني ولا في الصف الثاني ولا في الصف الثالث، بنفس منطق الدور الاول والثاني والثالث. لما اكون عايز اثير واحفز اللي قدامي ابدا اتكلم بسرعه بطريقه كده لذيذه، ولو عايز اكد على معلومه يبقى لازم اتكلم ببطء وبالراحه خالص عشان اطمن ان الناس فهمت. عندنا اسلوب اسمه اسلوب المناره، زي الصوره اللي قدامكم دي، المناره بتبقى عمود كبير قوي في وسط البحر وفي اخره لمبه. المناره بتلف 360 درجه، هي اصلا الهدف بتاعها ان السفن اللي جايه من بعيد تنتبه وتعرف ان في شط قرب. فانا عايزك وانت كمدرب انك تبقى واقف في نقطه معينه وتلف زي المناره 360 درجه، مش لازم 360، خلينا نقول 180 درجه، تمسح بعينيك كل الجمهور اللي موجود في القاعه. ما ينفعش تركز على حد بعينه، ما ينفعش تركز في اللاوعي انك تبص في السقف وتقعد تتكلم. احنا مش شعراء، احنا مدربين، فالتدريب له اساس. المدرب يبدا يركز من ثانية لثانيتين لثلاثة على كل شخص عشان يطمن ان الشخص دوت مركز معاه وهو كمان يديله المعلومة صح، ويبقى في تفاعل ما بين. ايه الفايدة بالموضوع ان انا امسح الجمهور بعناية دوت؟ ان انت بتدي كل مشارك انطباع بانك بتتكلم ليه هو لوحده، وفي نفس الوقت لما الناس عارفة ان انت بتلف وترجع لهم تاني هيبقوا مركزين معاك مستنيين اللحظة اللي انت هتبص عليهم. بنقول لك تجنب ان انت تركز مع شخص او شخصه محدده وتركز معاها زياده، وخلي بالك ان انت هتبقى ملقوط، واوعى تركز في نقطه ثابته على هنا بنحط خط على نقطه. لو حضرتك وانت مدربه كده زي الفل ودخلتي قاعه ولقيتي نفسك غصب عنك عينيكي مشدوده تجاه حد معين مره اتنين تلاته، خدي بعضك وامشي. لو حضرتك دخلت قاعه وفي بنت عجبتك ولقيت نفسك يا مدرب يا محترم عينيك مشدوده وكل شويه عمال تبص لها وما انتش مركز ومش عارف تقول كلمتين على بعض، خد بعضك وامشي. طب هاخد بعض وامشي واقول ايه؟ قول تعبت، قول صدعت، قول بطني وجعاني، قول اي حاجه وخد بعضك وامشي. مش هينفع تكمل محاضرتك وانت مشدود لحد معين، ده بيتنافى مع اداب المهنه بتاعتك. حضرتك لما تلاقي في حد شدك ومقصر على ادائك ومش قادر توزع نظراتك بحياديه على كل الناس، سيب المحاضره وامشي. تمام كده؟ تمام. لما تخلص التدريب بتاعك، لما تخلص التدريب بتاعك ايه اللي بيحصل؟ لازم تسيب العنوان بتاع البريد الالكتروني بتاعك او الحساب الخاص بتاعك وتبدا تدي تعهدات للمتدربين بتوعك بانك هتتابعهم وهترد على اي استفسارات يدوها لك، وهيفضل في اتصال مباشر، وبعض الاحيان لما المتدرب يطلب رقم تليفونك لازم تديهوله، لكن انت ما تعرضش رقم تليفونك. تاني افهم معايا وركز، لما المدرب يبقى موجود ويجي متدرب او متدربه بتطلب رقم التليفون، حضرتك الطبيعي ان انت تديهوله او تديهولها. طيب طبعا هتديهولها ديت بس انت مطمن ان الدنيا امان. امان بمعنى ايه؟ تبقى مطمن ان الموضوع مفيش اي حاجه خارجه عن حدود مدرب مع متدربه او متدربه مع مدرب وهكذا. طيب ينفع انا ابقى ماسك الكروت بتاعتي وماشي على المتدرب متدرب عمال اديله في كارت وده رقم تليفوني وده رقم البيت وده رقم العياده؟ مش هينفع صح؟ يبقى حضرتك دايما لما يبقى يطلب منك التليفون تبقى توزعه، لكن العنوان بتاع البريد الالكتروني حضرتك لازم تسيبه في الماتيريال بتاعتك ولازم تسيبه للمتدربين بتوعك. دايما تسيب الباب مفتوح مع اللي موجودين واوعى تقفله. هفتح الشات وهياخد اسئله وبعد كده هنتكلم عن كيف تسوق لنفسك كمدرب. اي اسئله يا شباب؟ طيب ياسمين بتقول لو انا بدي في مدرج اتحرك وابص برضه،
هو ايه المشكله في المدرج يا ياسمين؟ ما احنا اشتغلنا في مدرجك. هو ايه علاقه البص بالتحرك يا ياسمين؟ انت ثابته في مكانك وبتبصي بعينيك، فهماني؟ يعني انت واقفه في مكانك، هي المناره اللي هو العمود اللي اخره لمبه بيتحرك، هو واقف في مكانه بس اللمبه بتلف. عايزك تثبتي في مكانك وبنظرتك بتلفي على كل الناس. محمد السيد بتقول انا بعرف ازاي ان لو بنت طلبت رقم تليفوني عاوزاه الغلط صح او غلط؟ والله يا محمد طالما طلبته منك انت فاكيد عايزاه الغلط صح، ما تقلقش. طيب مروه جمال بتقول هو اغلاق الباب ممكن يؤدي الى مشكله؟ اغلاق الباب فين يا مروه؟ معلش ايه اللي عايزه تقفليه؟ باب المدرب قصدك مع المتدربين؟ اعتقد ان هو هيبقى فيه انقطاع، يعني مش هيبقى ده مش كويس، لان انت في الاخر بتبقي محتاجه سمعه، محتاجه الناس تشكر فيكي، محتاجه الناس تقول لك ان انت متدربه كويسه، انت متدربه كويسه، محتاجه الناس تيجي ورا كورساتك في كل حته عشان تحضر لك. فسيبان الباب بيحسس الناس ان انت لا، انت مسانده ليهم، تقدمي خدمه ما بعد البيع ليهم، مش هتدي كورس وتجري، فاهماني؟ هل يوجد تنظيم معين في جلوس المتدربين؟ طبعا يا مستر وحيد، وانا بحيل حضرتك للمحاضره الاولى، لما تسمعها في التسجيل هتعرف ان شاء الله انماط ترتيب الجلوس. افراح الله يعافيك يا استاذ افراح. اذا في متدرب يتحداني بسؤال مش عارف اعمل ايه، معلش يا استاذ احمد كده انت ما حضرتش معايا المحاضره اللي فاتت، هستاذنك ترجع للمحاضره، لان احنا حددنا طرق معينه فيها طريقه عكس السؤال، وطريقه اعاده توجيه السؤال، وطريقه ان انا بشجع الجمهور ان هو اللي يرد عليه، يعني عندي كذا طريقه احنا ساقصينه. طيب حلوه قوي الجمله بتاعت يا مدرب يا محترم، ايه رايك يا اسلام عجبتك؟ تمام. اسماء بتقول ازاي ارفض اعطاء رقم تليفوني لو حد طلبه؟ ترفضي انت قصدك ان في حد طلبه؟ انت كمدربه مش مطلوب منك ان انت تدي تليفوناتك لحد يا اسماء، يعني قولي له معلش ده كونفيدنشال مش هقدر ادي لك، مفيش مشاكل، قولي له في الايميل موجود او في اي حاجه هرد عليك، سهله خالص. محمد السيد ازاي يخلي القاعه مليانه حماس لو الناس بتنام؟ بتمارين ولا ايه؟ بتمارين، وبانك تاخد كورس اعداد مدربين عشان تتعلم ازاي الناس ما تنامش منك. هو اللي بياخد الدورة التدريبية بيعمل مشروع الاجتياز وينجح وينسى يقرا المادة العلمية، يبقى خليه قاعد في بيتهم، لكن اللي هيقرا وهيفضل يذاكر فيها وبيقراها مرة واثنين وثلاثة عشان يفتكر اللي بين السطور، هو ده اللي هيخلي القاعة مليانة حماس. نجاة قالت لك اقتراح، اعملي رقم خاص بالناس واخر للمقربين. مفيش الزام لدوت يا نجاة على فكرة، يعني ده وجهة نظرك. انا قناعتي الشخصية ان انا عايز مدربة في ايميل وفي اكونت على الفيس اقدر ابعت لها اللي انا عايزه، مش لازم اقعد احكي في التليفون عشان اطلب منها حاجه، الوسيله متاحه. لو اتنين بيتكلموا مع بعض وقطعت الكلام ورجعت وكملت ولم يتعاونوا، الخطوه اللي يجب اقوم بيها؟ بص يا سيدي، حلو السؤال ده يا مصعب. عندك مراحل، المدرب المشاغب او المتدرب المشاغب عنده ليه عندي مراحل. المرحله الاولى ان انا ما احرجوش، وان انا ابص له بس كده واوقف المحاضره فيقوم فاهم على طول ان انا عندي مشكله من الشغل ايه اللت والعجن اللي بيعمله. طيب ما فهمش ورجع تاني، هتلاقيني رحت له كده ونطيت على ودنه واقول له لو سمحت لو سمحت. طبعا لو قال لك في حاجه يا كابتن يبقى ده رخي، واخد بالك؟ لكن لو قال لك حاضر وسكت يبقى الموضوع خلص. لو استمر على نفس الوتيره يبقى حضرتك هتبدا تروح على اللي حواليه وتسالهم، هو حضرتك متضايق من فلان؟ صوت فلان مضايقك؟ بس طبعا لازم اللي تساله دوت يكون جايب اخره من فلان. طب لو حسيت ان محدش واخد باله، تروح انت كده ايه تنتهز في فتره سكوت وتبدا ايه تكلم المتدربين التانيين وتقول لهم هو فلان ده عمال يتكلم ليه كده؟ بحيث تلفت انتباههم ان في حد بيتكلم. هنقوم الدنيا عليه. برافو عليك يا احمد. ومالناش دعوه احنا بنعمل ايه يا احمد؟ بنهدي النفوس. وفي اللحظه الحاسمه هنبدا نقول طب نسيب الناس؟ طب نسيب وقت الناس؟ طب لو سمحت ممكن حضرتك عشان وقت الناس بس؟ وبعد كده نبدا ناخد تصويت. انا بصعب معاه، انا بصعب معاه وبفترض معاك ان هو رخم جدا وجاي يبوظ لك الدوره، هبدا اخد تصويت من الحضور على ان فلان ده ما ينطقش طول الدوره. خدنا تصويت والناس صوتت ان الراجل ده ما ينطقش طول، وهو فضل قاعد وعمال يتكلم. التصويت اللي بعد كده هاخد تصويت من الناس ان الراجل ده ما يقعدش في الكورس ويمشي. بس مين اللي هيعمل تصويت؟ الناس، انا ماليش دعوه. صح، هي ده التكنيك. في حياتي انا بقالي 9 سنين بشتغل الشغلانه دي من 2004 لغايه النهارده، يمكن دخلنا في 10 سنين، مفيش حد استحمل ان احنا ناخد تصويت على انه يطرد. اعلى مرحله وصلت لها ان احنا خدنا تصويت على انه يسكت وما ينطقش في المحاضره.
وقبل ما يكمل التسويق خد بعضه ومشي من نفسه. اذا ايه؟ اذا دي ضغوط نفسيه احنا بنتعلمها عشان ننفذها، بس تنفذها مع مين؟ مع الخامه بس، ما تنفذهاش مع حد انت مستقصده ومتضايق منه، صح كده؟ طارق بيقول اكرامي، بيقول الاول قبل طارق اكرامي مشكله انه يكون هو الزعيم. لا يا اكرامي مش هيكون الزعيم، لان لو كان الزعيم سعادتك لازم الزعيم ده تاخده على جنب بره وتتكلم معاه، انت لازم يكون ليك نظره وتلقط. طارق سليمان، لو حد سالني وحد جنبه جاوب اسيبه يكمل اجابه واصحح له لو في اخطاء، ولا اوقفه واجاوب انا؟ يا طارق انت المفروض شخصيه، فالشخصيه المحاضر او المدرب الشخصيه يحط سيستم في البدايه، سيستم دوت للاسئله والاجوبه. سيستم بيقول ايه؟ يا جماعه احنا ما فيش حد بيجاوب من غير ما يدي اشاره، يا بيرفع ايده يا بيعمل كروس يا بيعمل اي اشاره يقول ان هو عايز يتكلم، لكن محدش بيتكلم كده ايه جهجهوني. احنا القصه بالنسبه لنا منظمه، فاول خمس دقايق بتحط قواعد عمل الدوره بتاعتك، ومحدش هيعمل معاك الكلام ده لو حطيت قواعد، سبتها سداح مداح بلا انت لومه الا نفسك. محمد السيد بيقول طب لو رفض ما يخرجش ورخم وعلى صوته. محمد انا بدات اقلق منك، يعني اوعى تكون انت بتعمل كده في الدورات يا محمد. لو في حد رفض ما يخرجش بعد ما الناس عملت بيت على خروجه، انا هسيب الناس هي تخرجه، مفيش اي مشاكل، لكن انا برضو انا بريء وملاك وماليش دعوه. ومصعب قال لك الشخص دوت هو السبب في خساره مصر مع غانا، وموضوع خلص، فالناس هتقوم بالرجل. حسين بيقول ده لو مدرب واحد، طب لو مجموعه متدربين مع بعض يتعامل معاهم ايه؟ لا ما احنا نفرق بقى يا حسين، يعني نفرق، هل مجموعه متدربين داخلين يبوظوا لي الكورس؟ ساعتها ايه؟ ساعتها لازم على طول نبدا نستدعي الامن، او لازم نستدعي المنظمين وننتبه لان الناس دي داخله تبوظ الكورس، ويبقى برضه مش عن طريقك، عن طريق المنظم. انت ملاك يا حسين، انت مش هتطلع حد بره، اوعى تتنرفز وتضغط حد، اوعى تغضب وتطلع حد بره، انت ملاك، كبيرك هتطلع بره تقعد في اي اوضه ثانيه لغايه ما المنظمين الوحشين هم اللي يروحوا يمشوا الناس المشاغبه اللي عامله انا، انت تفضل ملاك لغايه اخر الحلقه. افراح بتقول ازاي نحفظ القواعد اللي بتقولها لينا؟ حضرتك المحاضرات متسجله، محتاجه تسمعيها تاني، الكلام معظمه مكتوب، حضرتك محتاجه تقري، محتاجه تدربي بقى، محتاجه تبداي تشتغلي عملي وتدربي وتبقي الكلام ده في التدريب بتاعك. وكمان في نقطه مهمه قوي، ودي ميزه من مزايا خدمتنا بعد البيع، ان احنا مش هنقطع علاقتنا مع بعض، بمعنى حضرتك النهارده عندك ضغط وقابلتك مشكله فيها، رجعت بالليل ابعت لي رساله على الفيسبوك قول لي قابلني النهارده الموقف الفلاني، وعندي بكره محاضره ثانيه، هعمل فيها ايه؟ ايه رايك؟ ما عندي واحد بيعمل كذا كذا كذا، ايه رايك في دوت اعمل ايه؟ يعني اديني حالات عمليه وانا هسعفك، تمام؟ افراح بتقول انا النهارده اتدربت على امي واخواتي، طيب الحمد لله، وشغبوا معاكي ولا الدنيا كويسه؟ كويسه، الحمد لله. طيب نقفل الشات، ما حضرتك لازم تبقي شخصيه قدام والدتك، يعني ما ينفعش كل شويه تسالك، ازاي كل شويه تسالك؟ وايه المشكله لما تسالك؟ يعني انا مش فاهم، ما تسيبيها تسال. طيب نقفل الشات ونبدا ناخد ازاي نسوق لنفسنا. الموضوع ده مهم قوي يا جماعه، لانه بيأثر مع ناس كتير، لان مدرب بدون تسويق هيبقى جاي حاجه المطفيه، محدش يسمع عنها. طيب نسوق ازاي يا احمد؟ تعمل لنفسك موقع خاص او صفحه خاصه على الانترنت بيبقى فيها كلمات افتتاحيه، شيء عن جوانبك الشخصيه والعلميه، خبرات سابقه، مراكز دربت فيها، حاول دايما تستخدم عناوين رئيسيه مؤثره، حط صور للدورات بتاعتك. ان شاء الله النهارده هنزل لكم صور من الدورات بتاعتي، هنزل لكم الفيديوهات اللي احنا اتفقنا عليها عشان تاخدوا فكره عن الصور والقصص ديت. يا سلام لو ليك قناه خاصه على اليوتيوب تحتوي على مقاطع الفيديو الخاصه بيك ودوراتك، هتنزل لكم النهارده برضو ان شاء الله. لازم كل حد فينا يبقى عنده قناه على اليوتيوب يبدا ينزل فيها الفيديوهات بتاعته. الصور هنا مش المقصود بيها الصور الشخصيه قد ما دايما تحاول تحط لي الصور اللي انت مرتبط فيها مع متدربين، اللي متصور فيها مع الاخرين. صورك الشخصيه يبقى على الاكونت الشخصي بتاعك، لكن هنا احنا محتاجين منك الصور الخاصه بتعاملاتك مع المتدربين. كمدرب لازم توسع دايره اتصالك وتوسع علاقاتك مع المدربين. ابدا بقى اتعرف على الناس المدربين، وابدا اتعرف على المراكز واصحاب الاعمال اللي هي ليها علاقه بالتدريب عشان خاطر تسوق لنفسك. ما تفكرش في الفلوس، خلي عندك مبادئ، عشان التدريب دوت بالنسبه لنا رساله. ده مش معناها انك ما تاخدش فلوس، لكن معناها اني ما اروحش اعمل حاجه ما تضيفش قيمه للاشخاص الاخرين لمجرد ان انا عايز فلوس. ده المعنى اللي انا عايز يوصل له. مهم جدا انك تعرف مين المنافسين بتوعك. ازاي منافسين؟ يعني اي حد في اي مهنه بيبقى معروف مستواه
ومعروف مين الكومبيتيتور بتاعه او المنافس بتاعه. انت كمدرب السوق ما شاء الله مليان، السوق المصري والعربي مليان مدربين، فساعتك لازم لما تكون هتعمل دوره تدريبيه مهم جدا ان انت تركز وتعرف المدربين الاخرين اللي في نفس الليفل بتاعك لما بيجي يعمل نفس الدوره بيعملها بكام وازاي وبيبتكر فيها ازاي. ليه انا قلت في نفس الليفل بتاعك؟ عشان ما ينفعش حضرتك لسه بقالك سنه مثلا بتشتغل وتقارن نفسك براجل بقاله 20 سنه شغال، ده له خبره وله جمهور، فلما بيغلي السعر او بيعمل بسعر عالي جمهوره بيجيله لان هو له ثمن بالنسبه له. بالنسبه لحضرتك لسه اسم الشهره بتاعك مش كبير، فلازم السعر يبقى بسيط. دايما تحدث المهارات بتاعتك وتعلم دايما مهارات جديده باستمرار عشان ده هيفيدك جدا في التسويق بتاعك. وحاول ان انت ما تقلدش، خليك نفسك، بلاش تقلد حد، بلاش تبقى زي فلان، لا اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده، وفي الاخر طلع النموذج الخاص بيك انت. خليك انت شخصيه مستقله عن الاخرين. حتى لو انت اتعلمت من حد، حتى لو انت مبسوط جدا بحد، فكر في الحاجات الحلوه اللي في الحد دي وحاول تبقى فيك الحاجات الحلوه، بس في نفس الوقت ليك شخصيتك وليك الطبع بتاعك وليك الكاريزما بتاعتك. حاول يبقى عندك عضويات اتحادات وجمعيات مهنيه او نقابيه في المجال بتاعك، عشان العضويات دي بتسهل لك الحصول على كل ما هو جديد في مجال التخصص بتاعك، فبالتالي تبقى قاعد في محاضرتك اب تو ديت، تقدر ترد على اي استفسار يجي لك. لما بتعمل ماده علميه بنقول لك خلي بالك بالصياغه، وخلي بالك وانت بتكتب السيره الذاتيه، وخلي بالك من الاخطاء الاملائيه اللي ما ينفعش تبقى موجوده لا في السيره الذاتيه ولا في الماده العلميه. اعمل بروشور لنفسك، حط فيه الدورات اللي انت بتقدمها في مجال التدريب، ابدا اتعاقد مع مراكز التدريب جوه مصر بره مصر عشان تتعامل معاهم كمدرب حر، مدرب حر يعني انت لازم معاهم بعلاقه موظف وصاحب عمل، لكن في نفس الوقت لما بيحتاجوك في كورس او حاجه بياخدوك ساعه ساعتين على حسب الطلب. مهم جدا ان انت يبقى عندك كارت شخصي تحط فيه وسيله الاتصال الخاصه بيك. النهارده لما بنخلص بنخش على حاجه اسمها مشروع اجتياز التدريب. مشروع اجتياز التدريب المتدرب بيعمل ملف للعرض، اتفقنا الحد الادنى 5 سلايد، مده العرض الخاص بكل متدرب 5 دقائق، قدامك اختيار من اتنين، يا اما هتعمل عرض مباشر عن طريق القاعه او هتعمل عرض تسجيلي عن طريق يوتيوب، وتبعت لنا الرابط. في الحالتين بتبعت الماده العلميه قبل بكره ان شاء الله، لان انا خلاص هبدا بالمحاضره اللي جايه اخد دورات، وفي نفس الوقت اخد سوري عروض، وفي نفس الوقت حضرتك مطلوب منك انك تبقى جاهز، جاهز عشان هي دي النقاط اللي انا هقيمك عليها، سواء فيديو او سواء لايف، سواء قاعه بتاعتنا العامه او قاعه خاصه للبنات. في الاخر انا هبقى محتاج اشوف لغه الجسد بتتحرك ازاي، العينين بتتحرك ازاي، راسك، كلمات، استخدامك للماده العلميه وبتوصلها لي كقناه اتصال بحاجه اسمها البصري والسمعي والحسي، قدرتك على توصيل المعلومه هل هي جيده متوسطه او ضعيفه، ادائك الصوتي مرتفع متوسط منخفض، تتكلم واحنا مش سامعين حاجه، وقت المحاضره اللي هو بالنسبه لك 5 دقائق، شوف ال5 دقائق دول دقيقه تعريف بنفسك ومقدمه، دقيقتين الموضوع، دقيقه تاخد فيها اسئله، والدقيقه الاخيره للخاتمه والتلخيص، وتقول لي الايميل بتاعي اهوت والمراجع اللي انا مش عايزك تحكي لي وتقول لي اسم المراجع، انا عايزك بس تفتح السلايد اللي فيه المراجع وتقول هو دي المراجع اللي انا استخدمتها. وانت بتحكي خلي بالك كلامك يبقى واضح، الملف بتاعك يبقى مترتب، القائك مقسمه مقدمه وموضوع وخاتمه، لازم تدي فرصه للاسئله على الاقل تاخد سؤال او اتنين من الاسئله اللي هتجي لك. طبعا في حاله العرض الغير مباشر مش هيبقى فيه فرصه الاسئله. هنبص على الثبات الانفعالي بتاع حضرتك، داخل بتعرض وقلقان، متذبذب، مش متظبط، المظهر العام بتاع حضرتك هل لائق ولا غير لائق؟ ما ينفعش تيجي تعرض الفيديو بتاعك وانت لابس جينز، مش هينفع، استحملنا اليوم ده. طيب ده ايه؟ ده كان عناصر مشروع الاجتياز. طب انت يا احمد عشان تعمل الماده العلميه دي استخدمت ايه؟ استخدمت ال 11 مرجع لقدام حضراتكم ده. طب انت يا احمد علشان تحافظ على صلتك بالمتدربين بتوعك عملت ايه؟ كتبت الايميل بتاعي، وكتبت الصفحه بيجي بتاعتي على الفيسبوك، وصفحه فريق عطاء، والايميل بتاع فريق عطاء، وفي نفس الوقت عندنا احمد كاكونت موجود على الجروب، في جروب هيفضل يجمعنا ان شاء الله لغايه اخر العمر، هتفضل العلاقات متوفره. وبالمناسبه الجروب دوت في الدفعه اللي قبليكوا، نفس الجروب اللي انتوا بتدخلوا عليه اللي هو اسمه تي او تي اونلاين، في الدفعه اللي قبليكوا اللي هي اتخرجت
2012 السنة اللي فاتت، وإن شاء الله يكون في الدفعة بتاعت 2014 إذا كان لينا عضو. طيب بسرعة يا أحمد كده، ممكن تقول لنا إحنا خدنا إيه معاك؟ إحنا خدنا إيه معاك؟ إحنا بدأنا بالكلام عن مفهوم التدريب، وتعلمنا وعرفنا يعني إيه تعريف التدريب، طبيعة التدريب، وقلنا إنه علم، فن، واستثمار. اتكلمنا عن بيئة التدريب وعن مقومات بيئة التدريب الفعالة. قلنا في مقومات فنية ومقومات سلوكية ومقومات إدارية. اتكلمنا عن أنماط ترتيب المقاعد. قلنا في شكل حرف يو، شكل في، شكل سمكة الرنجة، وشكل البيت. كمان هناك في شكل المطعم وشكل البرج. وقلنا علماء النفس بيقولوا لنا كل ما المسافة بين المدرب والمدربين قلت كل ما المشاركة تزيد. اتكلمنا عن نظرية التعلم، وقلنا امتى وازاي بيتعلم الكبار. وقلنا ان في 5 عوامل رئيسيه للتذكر، الاول والمراجعه والتميز او التمييز والارتباط، والاخير. اتكلمنا كمان على نص المخ، مخنا مقسوم نصين، قلنا في نص يمين ونص يسار. نص اليمين في الابداع والقدره الموسيقيه والعواطف والنشاط الفني، والنصف الايسر بيتكلم عن المنطق، القراءه والكتابه، التسميه، الترتيب والتسلسل. دايما المخ يبقى مطلوب منك كمدرب انك تحفز نصفي المخ، الايمن والايسر. المدرب المحترف دايما بيشجع المتدربين اللي معاه على استخدام النصفين مع بعض، مش نص على حساب نص. اتكلمنا عن الشخصيه البصريه والسمعيه والحسيه، اتكلمنا عن الرسائل متعدده القنوات، ودخلنا في حاجه اسمها ادوات تقويه الذاكره. اتكلمنا عن التوجه الذهني، وعملنا معاكم تجربه التعلم. قلنا ازاي نصمم تجربة تعلم من 14 خطوة، تبدأ بمفاجأة، ثم فجوة، ثم فهم، ثم حاجة، وبعدين سؤال وجواب، وبعدين نروح لخريطة الطريق، بعدين نشرح ونوصف ونتمرن، نلاقي توجيه وتصحيح، بعدين تلخيص، ثم خطة عمل ومتابعة، وفي الآخر المفاجأة. المفاجأة انك تختم جلسة التدريب بملخص بليغ ومثير تجربة التعلم بتاعك. خدنا على مهارات الاتصال التدريبي، اتكلمنا عن مفهوم الاتصال، اتكلمنا عن عناصر الاتصال التدريبي، هي المرسل المدرب، المستقبل المتدرب، والرسالة. الرسالة ممكن تبقى برنامج، ممكن تبقى محاضرة، ممكن تبقى معلومة، مهارة. وقلنا ان في حاجة اسمها قناة الاتصال. قناة الاتصال هي الوسيلة اللي بيستخدمها المدرب لنقل الرسالة بتاعته، اسلوبه، وسائل مساعدة. ومنسيناش نقول لكم ان في حاجة اسمها التغذية العكسية، اللي هي رد فعل المتدرب، اما مقتنع وهي استجابة ايجابية، او رافض وهي استجابة سلبية. اتكلمنا عن معوقات الاتصال التدريبي الفعال، على انواع الاتصالات التدريبيه. قلنا في اتصالات كلاميه، وقلنا في غير كلاميه، والكلامي زي الشفوي والكتابه، والغير كلامي كان زي لغه الجسد. لما دخلنا لغه الجسد قلنا لك عندي 4 عناصر للغه الجسد. العنصر الاولاني كلمني عن الهيئه، تعابير الوجه، الايماءات، النبره. الهيئه قلنا في الهيئه المفتوحه، الهيئه المغلقه، الهيئه المتغطرسه. عرفنا كل هيئه مواصفاتها ايه وملخصها ايه. لما دخلنا تعابير الوجه اتكلمنا على الاتصال البصري واهميته، كمان اتكلمنا عن الايماءات وعرفناها، وقلنا ان الايماءه هي كل حركه بتصدر مننا، سواء من دراعنا، من ايدينا، من راسنا، وفي الغالب دي بتبقى ملهمه من خلال الافكار بتاعتك ومن عقلك ومن قراراتك. ودايما لما بتزيد الانفعالات بتزيد الحركات. ودايما لو بصينا على واحد من بعيد كده وشفناه بيتحرك جامد، ممكن ان هو متنرفز او عصبي. اتكلمنا عن الصوت والنغمه، واتكلمنا عن قنوات المعلومات، وقلنا عندنا قنوات مرئيه زي الصور والرسوم والرسم البياني، والقناه الحسيه زي المشاعر والتذوق، اما القناه السمعيه فبتبقى فيها كلمات واصوات ومحادثات. دخلنا على مهارات الانصات، وقلنا ان الانصات التفاعلي قايم على مجموعة من العناصر، منها اتصال نظري حسي، منها انك تشجع المتحدث على الاستمرار في الحديث، منها انك تسأل اسئلة تجد منها اجابات عشان المستمع ليك يستشعر اهتمامك باللي بيقوله، ودايما تديله ملاحظات بانك مبسوط وسعيد انه فتح معاك المواضيع دي. بعد كده احنا داخلين على انواع الاسئلة. الاسئلة قلنا ان هي نوعين، اسئلة مفتوحة زي من واين وماذا، كل علامات الاستفهام، إما أسئلة مغلقة. أسئلة مغلقة يعني إجابتها إما نعم إما لا. تعلمنا إزاي نتغلب على الاعتراضات، ونعرف الاعتراض كان حقيقي ولا غير
حقيقي وقلنا ايه هي القواعد الاساسيه لتخطي الاعتراضات. ولما دخلنا على المدربين وانواعهم لقينا فيهم المسيطر المبهر والمفكر والحاكم والمهرج، وبعدين رحنا شفنا الالي والمكتوكي والجليدي والملتزم والحر والمحبط، ما نسيناش المشتت، وسالناك سؤال تقليدي، ايه رايك؟ تحب تبقى مين في دول؟ اي نوع من المدربين تفضل؟ ما نسيناش نكلمك عن مراحل اللي مر المدرب، قلنا لك في المدرب الصغير اللي عنده سنتين خبره، وفي المدرب المراهق اللي عنده 4 سنين خبره، وفي المدرب الناضج اللي عنده 9 سنين خبره، ثم الخبير، المدرب الخبير 10 سنين فاكثر. ما ننسناش ان المدرب في معايير الدوليه بيقاس بعدد الساعات التدريبيه اللي بيديها، لكن في المدرسه التقليديه بتقيس المدربين بعدد سنوات الخبره بتاعتهم. اتكلمنا عن مقومات وخصائص المدرب الفعال، ثم دخلنا على الحقيبه التدريبيه واعداد البرنامج التدريبي، بعد كده رحنا ليك على خطوات لاعداد الحقيبه التدريبيه، مشينا معاك خطوه خطوه، ثم دخلنا على استراتيجيات التدريب، قلنا ايه هي عوامل اختيار استراتيجيه التدريب، اتكلمنا عن الاهداف، المحتوى، المتدرب، المدرب، مكان التدريب اللي هو القاعه، الوقت المستغرق، والتكلفه. بعد كده دخلنا على اساليب التدريب، وقلنا اساليب التدريب تتضمن طريقه اعلاميه او طريقه تطبيقيه او طريقه المشاهده. وبعد رحنا بحضراتكم على اسمها مهارات العرض والتقديم، واتكلمنا عن مخاوف العرض والتقديم، ثم مقومات العرض والتقديم، وبعدين الاعداد وتخطيط العرض، واخيرا مرحله العرض والتقديم. واتكلمنا عن الاسئله الصعبه الحضره اللي فاتت، اتعلمنا ازاي نجاوب نتعامل مع الشخصيه المزعجه او المتحدث العلامه او الحانق الغاضب او الشخصيه الهامسه او الصامته. النهارده كلمناكم عن المدرب وعلاقه اداره الوقت ومفهوم اداره الوقت وتعريفه واسس اداره الوقت وازاي اخطط لاداره الوقت. كلمنا عن خطط قصيره المدى ومتوسطه المدى وطويله المدى، وما نسيناش نتعلم ازاي نرتب اولوياتنا. علمنا طريقتين، طريقه الف وب وجيم، وطريقه مصفوفه المهم والعاجل. وبعدين دخلنا على مرحله الاستعداد للتدريب، قلنا ازاي المدرب يعد للتدريب، واتكلمنا عن اسئله مهمه يجب طرحها وحضراتكم تجاوبوا عليها قبل ما تبداوا بتاعكم، واتكلمنا على مرحله تقديم التدريب، واتكلمنا عن الحماس واساليب كاسك الجديد، ازاي استخدم الصوت واسلوب المناره، واخيرا اتكلمنا عن ازاي تسوق لنفسك كمدرب. انا كده انهيت الماده العلميه بتاعتي، هفتح الشات، هاخد فيدباك من حضراتكم، هسمع ارائكم، هسمع اسئلتكم، بس قبل ما افتح الشات هنجهز نفسنا كلنا عشان بدايه من الحد القادم الناس الجميله اللي اختارت ان هي تعرض مباشره معانا هتبقى مجهزه حالها عشان هنبدا نعرض. الدعم الفني الجميل بتاعنا هيبدا ينزل ليست باسماء الناس اللي بعتت ملفات بوينت عشان دول ليهم اولويه، طبعا اللي بعتوا ملف بوينت واختاروا ان هم يعرضوا مباشره. طب احنا هنعرف منين؟ هنعرف من الفوتنج اللي موجود على الجروب. طبعا بنسبه الغياب، شكرا يا لبيك. بنسبه الغياب يعني احنا عدد المحاضرات المفروض ان هو 8، فانت ليك في ذمتي مرتين ممكن تغيبهم، اذا انت النهارده غبت اكتر من مره مش هينفع تحضر معنا، ولازم حضرتك تقعد معانا المحاضرات الباقيه لغايه ما نخلص. فمش معنى ان انت عرضت معناها ان انت ما تجيش، لان الشخص اللي بيعرض بنقعد 5 دقائق بعديها نقيمه، وحضرتك ليك دور في التقييم. طبعا الشخص اللي حضر النهارده اول مره مش هيدخل معانا في المشروع، لكن لو عايز يحضر يتفرج اهلا وسهلا بيه. افتح الشات يا بيك. شكرا. شكرا يا محمد، شكرا يا ممدوح، شكرا محمد منصور، شكرا يا احمد بيه، احمد محب، زينا واياك. الله يخليك يا استاذ افراح، الله يبارك فيك. صديقي اللدود محمد السيد، جزانا واياك، ربنا يبارك لك يا رب. يعني انجبت 10، دي حاجه جميله، بدات ب2، ربنا يسهل كده، فاضل 8. شكرا جزيلا يا محمد. مستر وحيد، جزانا واياك. مستر هشام، بالنسبه للمديرين في دوره المدير الفعال، دوره مهارات المدير الفعال يا مستر مدير. مستر هشام، شكرا ليك يا مروه، شكرا يا عبير، شكرا يا اكرامي، جزانا واياك. مستر خالد، محمد خالد، شكرا يا استاذه نجاة. لا طالما دي يعني برنس انا اشكرك طبعا. ميرسي يا باشمهندس هشام، ربنا يبارك لك، اسالك الدعاء، ربنا يبارك لك.
وصديقنا اسلام علمنا اهو ان الفيس اللي هو بيبقى لابس نظاره سودا دي معناها برنس. شكرا يا اسلام، دي معلومه جديده بصراحه نتعلمها في دوره تدريب المدربين. اماني بارك الله فيك يا اماني، انا بدات مش بركز في الماده العلميه بس بطريقه عرضك والقائك توصيل المعلومه يا مستر. مش فاهم يا ممدوح، انت بتشكك فيا ولا بتذم ولا ايه؟ وضح يا ابني. ممدوح هقابلك على الجامعه، في الجامعه انت حر، اوعى تكون بتذم. شكرا يا جيهان، شكرا جزيلا. داليا امين، بتتكلمي على الاتحادات وبعد كده دخلتي على النقابه. في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للمدربين، وفي حاجه اسمها النقابه العامه لمدربي التنميه البشريه، وفي حاجه اسمها اللجنه النقابيه. يعني عندك النقابه العامه لمدربي التنميه البشريه دي موجوده امام انبي في مدينه نصر، وفي اللجنه النقابيه دي موجوده في محطه مترو 6 اكتوبر، سوري محطه مترو كوبري القبه، انا اسف. والاتحاد الدولي للمدربين في امريكا، في يونايتد ستيتس وفي امريكا. الله يخليك يا ايمان، جزانا واياك. ايمان محمد، شكرا يا اماني. ومستر هشام بيديني 3 نجوم، كتر خيرك. على فكره يا هشام 3 نجوم يعني نقيض، فده كلام كبير قوي. الشغل عرفات، جزانا واياك يا استاذه الكرامي، بارك الله فيك. شكرا يا ايمان، اشكرك يا استاذ هشام، شكرا يا استاذ مصعب، شكرا يا امال. محمد منصور، هل اترك المتدربين يكتشفوا امكانياتي من قوه وماده علميه؟ السؤال ده له معنيين يا محمد، اولهم ان انت عايز تخبي امكانياتك، وتانيهم ان انت عايز تستعرض عليهم، وتالتهم ان انت تسيب نفسك اوبن وتخلي الناس يكتشفوا امكانياتك. انت عايز انهي واحد فيهم بقى؟ انا شايف ان انت تسيب نفسك مفتوح وتدي اللي عندك، وهتلاقي الناس حبتك وعجبت بيك وانبسطت منك. لكن سؤالك بهل اترك المتدرب يكتشف امكانياتي، يعني انت عندك احتمال ان انت عايز تخبي امكانياتك من المتدرب؟ تكير. شكرا يا ممدوح، ما طلعش نقد اهو. طيب اهلا بيك يا اسماء، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذه داليا، جزانا واياك يا مستر سيد، جزانا واياك يا عفاف، شكرا يا نهله، شكرا يا استاذ وائل قنديل. افراح بتقول اذا بنعرض فيديو مسجل نعرض مثلا على بروجيكتور وكانه في حضور. لا يا استاذه، انت بتحطي اللابتوب بتاعك قدامك وانا عايز اشوف العرض بتاعك، بس عايز اشوفك انت وانت بتتكلمي، وهيبقى قدامي انا الماده العلميه بتاعتك في الفيديو المسجل، عايز اشوفك انت بس، وانا هيبقى قدامي على اللاب بتاعي الماده العلميه بتاعتك. طبعا الماده العلميه يا جماعه لو احنا بنبعتها للدعم حط اسمنا، يعني الفايل متسيب باسمنا، مش عايز اسم الموضوع انا دلوقتي، انا محتاج اسمك انت. فافراح هتلاقيها بعت ملف اسمه افراح عند الدعم الفني، الدعم الفني هيدي لاحمد الملف في نفس الوقت يدي له رابط بتاع افراح، احمد يبقى قاعد على مكتبه فاتح الرابط يتلاقي الفيديو افراح بتتكلم، ويبقى قدامه الناحيه الثانيه مع الملف بتاع افراح، ويبدا يشوف افراح بتتكلم ازاي وقدامه الماده العلميه بتاعتها. احمد محمد، طب نبدا ازاي بقى؟ ناخد كورسات في مجال ايه وفين؟ بص يا احمد، انت عايز ايه؟ يعني انت ناوي تبقى مدرب هتشتغل تنميه بشريه، هتاخد كورسات في مجال التنميه البشريه، عايز تخش دعوه فانت محتاج تخش دعوه، يعني انت عايز تبقى داعيه اسلاميه مثلا او ايا كان، فانت هتاخد مجال في المجال اللي انت عايز تتخصص فيه. شكرا يا مستر وائل. محمد منصور بيقول انا خايف ان انهم لو عرضت الشهادات او المراكز اللي دربت فيها. ليه يعني؟ ايه الخوف اللي في كده يا محمد؟ يا محمد، يا محمد اتحرك، يعني انطلق، ما تقلقش ما تقلقش. طب يعني انا لما اعرف انت اشتغلت في سنتر اكس وواي وزد، ايه الضرر؟ ده بالعكس، انا كمتدرب بحس ان انت كده ايه، مراكز كتير بتطلبك فانت اكيد حد كويس، فانا لو ما حضرتلكش قبل كده هبدا احضرك. مستر وحيد، المحاضرات اونلاين مختلفه عن الحي؟ المحاضرات اونلاين معموله للناس اللي عندهم ظروف وصعوبات مش قادرين، سواء يعني صعوبات في المسافه او في البلاد، الناس في بلاد مختلفه، او الناس شايفه ان الكوست عاليه بالنسبه لهم في الحضور لايف، او ناس مش متضرره، او وقت زي دوت تخيل انت استحاله كنت تقعد من 9 ل 12 في محاضره، فليها ناسها واللايف ليها ناسها. تقييمي انا طبعا اللايف بيبقى افضل من الاونلاين. شكرا يا اسلام، جزانا واياك، ربنا يبارك لكم. سهام، مين قال لك ان الاختبار بكره؟ مين قال ان الاختبار بكره؟ مش عارف سهام انت جبت الكلام ده منين؟ وبعدين دي مش اختبارات، دي اسمها عروض اجتياز تدريب. عرض اجتياز التدريب هيبقى يوم الاحد ان شاء الله، ما حدش جاب سيره بكره خالص. بكره هو نهايه ارسال تقديم العرض، عشان احنا بنشتغل على العروض دي ونرتبها ونظبطها، وما ينفعش لما ابدا العروض ونبدا نعرضها حد يبعت عروض تاني،
عشان الناس ما تبصش من بعض، فلازم نبقى كل العقود موجوده وبعد كده نبدا نشتغل. فاحنا كدعم هنشتغل عليهم خميس جمعه سبت، ويبقى لحد جاهزين. اخر ميعاد لارسال الفيديو، مش بكره يا استاذ احمد محمد، اخر ميعاد لارسال الفيديو هيبقى يوم الاربعاء. طارق سليمان، ايوه يا فندم ممكن تعملها، ويطلبوا منك تتخصص في مجال معين كمان. طيب احنا كده دخلنا بقى ايه في اسئله الدعم. انا كده بالنسبه لي انهيت مهمتي، الاسئله اللي موجوده مش بتاعتي خالص، ده الاكونت بتاعي، وانا بشكر حضراتكم واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد. ما تنسوش تخشوا تعملوا فوت على الجروب، وانا هدخل على الجروب وعندي استعداد استقبل اسئلتكم على الخاص ان شاء الله في اي اسئله ثانيه، بس اسئله مالهاش دعوه بالدعم عشان انا مش هرد على اسئله خاصه في الدعم. سهام بتسال هل في سبب لدخولك عالم التدريب؟ والله يا سهام انا محاسب قانوني، وقبل ما ادخل واشتغل كنت في الكليه، على ايامنا كنت في الكليه سنه 2000 ولا 2000 ايه، لا مش انا مش صغير قوي كده، كنت في الكليه في فتره اللي هي من 94 ل 98. فالحقيقه كان نفسي اخد كورسات كنا بنسميها سوفت سكيلز، وكانت تكلفتها عاليه جدا في مصر، وما كانش عندي امكانيه ان انا احضرها، فدي كانت مأثره فيا جدا، وخلتني عندي تشالنج ان انا لازم اتعلم الحاجه ديت واعرفها وابدا واديها ببلاش عشان ما يبقاش في حد نفسه ياخدها وما ياخدهاش. ده كانت البدايه، الشعره بتاعتي دي اول بدايه بالنسبه لي، ده اللي خلاني اجري في الموضوع. طيب بشكر حضراتكم جدا واشوفكم على خير ان شاء الله. حاضر يا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.